أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 3 في الفيجن، وكعادتنا هنبتدي بال Multiple Choice Questions على محاضرة الفيجن السابقة بإذن الله. وبس إحنا طورنا روحنا شوية، إن إحنا دلوقتي بندسكس الأسئلة مش مجرد بنكتبها ونقول الإجابات. فأول سؤال كان بيقول لنا أتروبين آي دروبس، الأتروبين does not produce، ما بيعملش إيه؟ سايكلوبليجيا؟ لا، هو بيعمل سايكلوبليجيا اللي هي paralysis of ciliary muscle، بيمنع الأكوموديشن. هل بيمنع فيلير اوف ذا اي تو كونفرج؟ لا طبعا، لان الاي كونفرجنس ده بيحصل بالميديال ريكتاي، دي سوماتيك ماسل لا تتاثر بالاتروبين. الاتروبين ده باراسمباثوليتيك، بيمنع الحاجتين اللي بيحصلوا بس باراسمباثاتيك، اللي هم السيلري ماسل كونتراكشن والبيبيلو كونستريكشن، فبيعمل سايكلوبليجيا وبيعمل بيبيلو دالتيشن، لكن ما يقدرش يعمل failure of the eye to converge. يعني does not produce failure of convergence، ما يقدرش يعمل بيه. يبقى الإجابة الصحيحة هنا هتبقى بيه. طيب regarding myopia يعني قصر النظر، ف it's treated by divergent lens، صح، دي الإجابة الصحيحة. إنما near point more than 10 centimeters غلط، هي near point less than 10 centimeters، عشان كده سموها ميوبيا. هو قلنا ليه سموها ميوبيا؟ عشان near point أقل من 10 سنتي. الأكوموديشن improves ميوبيا، بالعكس الأكوموديشن بيعمل convergence والشخص ده عاوز divergence، يبقى بتسوق الحالة. It may be caused by abnormal short eye، خاطئ. هي بتقول اللي عنده قصر نظر عينه أطول أطول من العين الطبيعية. طيب regarding presbyopia all are correct except، اللي هو خلل في النظر مع تقدم العمر بسبب نقص الإلاستيستي، بتنقص الباور تو أكوموديت، فبيحتاج الشخص نظارة مع القراية. فهل النير بوينت هنا recedes away؟ صح، هو طبعا هنا طالب الخطأ. هل سببها decrease the elasticity of lens؟ صح. إنما هل characterized by decrease transparency of lens؟ لا، دي كاترك، دي الماء البيض، يبقى هي دي الغلط، يبقى دي اللي نختارها C. It's treated by convex lens with near vision. طبعا ده إجابة صح. هو طبعا قال لنا هنا اختار الخطأ، ان هي decrease transparency of lens. طب نيجي السؤال الرابع، بيقول لنا function of iris include، هل هو بيمنع spherical aberration؟ صح. بيمنع chromatic aberration؟ صح. pupillary constriction increases the depth of focus؟ صح. يبقى الإجابة all of the above، كل اللي فوق. طب regarding light reflex all are correct except، it's lost by lesion in pretecta nucleus. ده اللي حصل مع الأرجال روبرسون pupil، لأن السنتر هو pretecta nucleus في mid brain، يبقى فعلا lost لو حصل lesion. It may occur in a blind eye when elicited from the blind side. طبعا ده قلنا ما زالت العين اللي هي تحرس العين العمياء. لو الليجن في الثالاموس او في الاوبتيك راديشن او في الكورتكس في ايريا 17-18-19 عن اعمى، بس اللايت ريفليكس ما بيروحش الحتة دي، يبقى اللايت ريفليكس موجود، ودي من عظمة الخلق والخالق انه هو اعمى بس ربنا ما بيسمحش انه يتألم بسبب دخول ضوء زيادة. فا it may occur in a blind eye. هل it relays in lateral genicular body؟ غلط. لا، قلنا عشان يبقى سريع لازم ربنا قصر الباثوي فخلاها مع اول سينابس عند الثالاموس عند lateral genicular body، مفيش relay. يبقى قال اختار الغلط، يبقى الغلط هنا هو نمرة C.
هل الادينجر فيسفال نيوكليس هي النيوكليس بتاعه الايفرنت ليم اوف ذا ريفلكس؟ طبعا هي بدايه الاوكلوموتور اللي بيعمل بيبيليو كونستريكشن. وعليه الاجابات هتبقى على النحو الاتي: واحد هتبقى بي فور بيبي، اتنين هتبقى اي فور الفا، ثلاثة هتبقى سي فور كات، اربعة دي فور دادي، خمسة هتبقى سي فور كات. دي الاجابات. وزي ما بقول ويعني مللت من ان انا عمال اعيدها، الامتحان جزء اصيل، اسفا، هو اهم من المحاضرة، لان احنا هنشوف يعني تحصيلك هتعمل ايه في الامتحان، مش هنشوف عملت ايه في المحاضرة. طيب نتوقع الله نبتدئ. كنا بس عايزين نقول حاجة، كنا في اللينز كنا قلنا يا شباب ان اللينز ترانسبارنت يعني شفاف زي الكورنيا لنفس الاسباب ما عدا فرق واحد، خد بالك منه. يبقى هي افاسكولار زي الكورنيا، بس الكورنيا كان فيها كنا قلنا نو فيسلز نو مايلينيتد نيرف فايبرز، لا اللينز بقى نو فيسلز ونو نيرف فايبرز من اساسه. وفكر ليه؟ لانه يعني تعال نبص مع بعض يا دلوقتي. انا ليه ربنا حط نيرف فايبرز في الكورنيا؟ عشان خاطر لما حد يلمس الكورنيا اقفل عيني، كورنيا ريفلكس. فعشان كده ربنا حط نيرف، بس نيرف ما فيهاش مايلين شيز رفيعه خالص. طب فكر معايا في اللينز، هو في حد يقدر يلمس اللينز؟ لا. يبقى من اساسه ده الفرق الاساسي، ما فيش نيرف فايبرز خالص، لا مايلينيتد ولا انمايلينيتد. انما ثالث سبب هو هو برضه ان الفايبرز بتاعت الكورنيا زي اللينز تبقى بارلل وايكوال ثيكنس وايكوال سبيسنج، والسبيس اقل من الويف لينث بتاع اللايت، عشان اللايت يقدر يعديه كان ما فيش خالص فايبرز. يبقى اسباب شفافيه اللينز هي نفسها اسباب شفافيه الكورنيا، سؤال شفوي مع فرق واحد، ان الكورنيا بتحس فيها نير فايبرز بس ارفع نير فايبرز، اما اللينز ما حدش يدخل لها اساس، يبقى ما فيش من اساسه نير فايبرز. قلنا بنحب نفهم ما نحفظش يا شباب. طيب نستأنف بقى مع الايرس، وعندنا سؤال مهم اللي هو الكوزس اوف مايوسيس يعني بيبيلو كونستريكشن، والكوزس اوف ميدريازيس اللي هي بيبيلو دايليتيشن. ده سؤال نظري مهم. انا اثرت بحب قوي الجداول يا شباب، لان بحب النظام وجزء من النظام ان احنا نحط في جدول. اولا بتخلي المعلومات واضحة اكتر، ثانيا بتخليها تختزل للنص، لانك وانس عرفت ناحية بتبقى عرفت الناحية التانية، يعني يبقى فيها مقارنة. فانا اقول ناحية وحضراتكم تقولوا ناحية التانية. امتى هيحصل pupil constriction؟ لو الضوء كتير في اللايت ادابتيشن، يبقى العكس مع الدارك ادابتيشن. طيب مع النير فيجن كنا قلنا بيحصل في النير فيجن ثلاث حاجات، فاكرهم؟ اللي هو الاكوموديشن اهم حاجه، والبيوبيل كونستريكشن، والكونفرجنس اوف بوث اي. يبقى النير فيجن بتعمل بيوبيل كونستريكشن، يبقى الفار فيجن يعمل بيوبيلو دايلتيشن، العكس. سليب، انت ما بتيجي تنام بتقول لهم يا جماعه من فضلكم اطفي النور عشان اعرف انام. طب ما تطفيه على روحك يا اخي، ربنا بيطفيه عليك، بيعمل لك بيوبيل كونستريكشن. بالعكس في الايموشنز، في الانفعال، لما سمباثاتيك يشتغل، فاكر الفير والاسف الفلايت والفايت والحاجات دي بتشغل السمباثاتيك، كل ده بيعمل بيبيلو دايلتيشن عشان تبقى اكثر تيقظا. يبقى تاني لايت دارك، نير فيجن فار فيجن، سليب ايموشنز. لو قطعت السمباثاتيك اللي بيعمل دايلتيشن يحصل كونستريكشن مايوزيس اللي هو الهورنر سندروم، خدناه في الاوتونوميك. لو قطعت السمباثاتيك بتاع الهيد النك، السمباثاتيك اللي بيعمل دايليتيشن قطعته يحصل عكس، يحصل مايوزيس بيوبيلي كونستريكشن. بنفس المنطق لو قطعت الاوكيلوموتور، الاوكيلوموتور اللي بيعمل مايوزيس هيحصل مدرياسيس.
لأنك قطعت البار. طيب نمرة خمسة جنرال انستيزيا يا ولد، اللي هو التخدير الكلي. التخدير الكلي الإنسان بيمر بيه بأربع مراحل بتتغير فيهم البيوبيل في جنرال انستيزيا اللي هي الرسمة اللي تحت. وتغير البيوبيل بيعرف الجراح امتى يشتغل. احنا هقولها اعتبرها بزيادة شوية كأنها فقر معلومات عامة، ان اول ما بندي البنج بنمر باربع مراحل. اول ستيج اسمه ستيج اوف انالجيزيا، يعني فوق ده ما عليكش الاسم. انالجيزيا يعني نو بين، ان يعني لا، والجيزيا يعني بين. انا دي نقطة مهمة في المعلومات العامة. ليه؟ عشان في واحد يقول ادوني بنج بس كنت حاسس. لا، ما فيش كلام فارغ زي كده، لان من اول ستيج انت بتفقد الاحساس، الا اذا كان البنج اساسا ما دخلش في اول ستيج. مفيش بنج اساسا، بيدوا ميه ولا بيدوا اي حاجه بقى، بيشمموك اي حاجه. انما لو خدت بنج مظبوط جنرال انستيزيا في اول ستيج، في النورمال في 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 اول ستيج بيبقى ستيج انالجيزيا، بيبقى مش حاسس ابدا، وبيبقى البيوبل نورمال. تاني ستيج اسمه ستيج اوف اكسايتمنت، بيشتغل فيه السيمباثيتك اللي هو كان بيعمل ايه، بيخلي البيوبل دايليتد فبيعمل ميدرياسيس. تالت ستيج خد بالك بقى منه في المعلومات العامة، ده اسمه ستيج اوف سيرجيكال انستيزيا، ده اللي بنعمل فيه العملية. ستيج اوف سيرجيكال انستيزيا يعني احنا الراجل بتاع التخدير ما يقولش للجراح ابتدي يشتغل الا لما يلاقي البيوبل كونستريكتد في ستيج 3، سموه ستيج اوف سيرجيكال انستيزيا. بس يوقف عند هنا بتاع التخدير. لو البنج زاد منه جدا جدا بيدخل في ستيج 4 اللي ما يصحش يدخل فيه، اسمه ستيج اوف ميدلري باراليسيس. وفي الحاله دي البيوبل هتبقى دايليتد. طيب انا عايز اقول لكم نقطه، انا راسمهم ورا بعض يا اولاد، بس الجرعه اللي بتدي 3 قليله جدا بالنسبه للجرعه اللي بتدي ستيج 4 عشان يبقى البنج سيف، المخدر سيف. فما تفتكرش انها فجاه هندخل في الستيج مضله بيرسس ده معناه العيان بيموت ولازم اشيل البنج فورا. طب في سؤال جميل خالص، لو انا راجل بتاع تخدير وفتحت عين العيان لقيت البيوبل دايليتد، طب هل انا في ستيج 2 ولازم اتقل البنج عشان اروح للستيج 3 اللي بنعمل فيه العمليه اللي هو الستيج اوف سيرجيكال انستيزيا، ولا انا في ستيج 4 لازم اشيل البنج فورا والا العيان هيتوفاه الله؟ الاجابه سهله جدا، بيبقى معاك تورش تحطه في عين العيان، لو البيوبل دايليتد ورياكتيف تو لايت يبقى ده ستيج 2، لو البيوبل دايليتد وفيكسد نوت رياكتيف تو لايت يعني تحط ضوء مش راضيه تكون ستيك، يبقى انت في ستيج مضله بارسيس لازم تشيل البنج فورا. سؤال مهم قوي. يبقى لما نحط ده في الجدول، في انهي ستيج بيحصل كونستريكشن؟ موجود قصادك في ستيج 3 اللي هو انت عارف معلومات عامه الزملاء ما لهمش دعوه بالقصه دي، اسمه ستيج اوف سيرجيكال انستيزيا. طب امتى بيحصل دايليتيشن؟ في ستيج 2 و4 اللي هو ستيج اوف اكسايتمنت، ده 2 بيشتغل فيه السيمباثيتك، بيحصل اكسايتيشن للسيمباثيتك عشان كده بتبقى دايليتد. وستيج اوف ميدلر بالسيس بكل عضلاتك تشلب بما فيه عضلات العين بيسموها ستيج اوف ميدلر بالسيس. الفرق ما بينهم ان هنا بتستجيب للضوء رياكتيف تو لايت وهنا فيكسد. معلومه جميله جدا يا اولاد. من ضمن الساينز اوف ديث، ساعات الواحد لما يعني يعاود مريض او يعني يبص على مريض عاوز يعرف المريض مات ولا ما ماتش. طبعا واحد يقول لي بالنبض والنفس، ساعات على فكره بيبقى النبض والنفس ضعيف للغايه بحيث ان لا يمكن يعني تاخد بالك هل النبض شغال ضعيف جدا ولا مش شغال خالص. وعندي دليل بسيط، ان في عدد من الناس صحيح حاله نادره تم دفنهم احياء، يعني الطبيب افتكر لانه ما كانش واعي ان العيان مات وادى شهاده وفاه وراحوا دفنوه، بعد كده المدفون صحي استيقظ. في شور ساين للدث عاوز اعلمها لكم النهارده، انك اي طبيب يبقى معاه تورش بطاريه، ولما قبل ما تقول عام مات افتح عينه ووجه الضوء على البيوبل، لازم تبقى دايليتد اند فيكسد. ده شور ساين اوف ديث، دايليتد فيكسد بيوبل.
فبليز لا تعتمد فقط على النبض، انك مش حاسس نبض وان مفيش نفس والعيان في حاله غيبوبه فتقول عليه مات. كل طبيب معاه تورش مهم جدا، زيك زي الاشر كده بتوع السينما، عارف اللي بيقعدوك، يبقى اهو انتوا الاثنين يبقى معاكوا تورش، بس هو بيستخدمها في حاجه يقعد الناس وياخد بقشيش حضرتك تتحدد بيها حاجات كتيره، واحده منهم اللي هي ساين اوف ديث دايليتد فيكس بيوبل. طيب يبقى لحد يبقى دلوقتي في الجنرال انثيزيا ستيج 3 بيبقى فيه مايوسيس، في ستيج 2 و4 بيبقى البيوبل دايليتد ورياكتيف او دايليتد وفيكست. دول خمس حاجات. قبل ما ننسى، لقيت عدد كثير من الاطباء بيلخبط كلمه مايوسيس اللي معناها بيوبيل كونستريكشن مع كلمه ميدرياسيس اللي معناها بيوبيل دايليتيشن. قلتها قبل كده بس لا ضرر نقولها تاني، تكرار يعلم الشطار. انا بزعل من اللي بيغلط لانه ما بيفكرش في ترمينولوجي. كلمه مايو في اللغه يعني صغير، في مايكروب يبقى كائن حي صغير جدا، مايكروبات، مايكروباس، فمايو تبقى صغير، يبقى مدريازس معناها كبير، هنا ضيق هنا اتساع، هنا حاجه صغيره هنا حاجه كبيره، فما نلخبطهمش مع بعض، عيب قوي. ندخل في نمرة 6. هنا اوربيكولاريس او ليد كلوجر ريفلكس. لو حضرتك يعني زريت عينيك جامد جدا كده، يعني عملت كده، البيوبل هيحصل لها كونستريكشن. شوف العظمه، وانت لما بتغلق عينك يبقى واضح، يعني في الحياه الطبيعيه انت قفلت عينك لانك مش عاوز ضوء، فالبيوبل تتفاعل معاك وتعمل بيوبيلي كونستريكشن. شوف العظمه الالهيه. بينما بالعكس لو واحد قرصك في قفاك، عمل لك ستيميليشن اوف نيك، يعني هديك على قفاك لمؤاخذه، يعني المفروض تتنبه كده وعينك تفنجل ويحصل لك بيبيلي دايليتيشن. يسموها سيليو سباينال ريفلكس. حاجات لطيفه ومتوقعه. اقفل عينيا يبقى انا مش عاوز ذوق، بس ازورها كده اوربيكولاريس ماسل اللي هي كلها دوايه، يحصل تساعدك البيبل بان تحصل فيها كونستريكشن. انما واحد يقرصك في قفاك يحصل لك بيبيلو دايلتيشن. سيليو سباينال ريفلكس، سيليو سباينال ريفلكس ستيميليشن اوف نيك سكين تعمل مدرياسيس. نمره 7، بونتاين هيموريدج، نزيف في البونز، بيستيميليت الباراسمباثيك. وفي بعض الناس بيقولوا بيعمل سمباثيك ليجن، لا الاصح بس فوتها لهم زي ما هم عاوزين، ان الهيموريدج في البونز بيستيميليت البارا فيعمل مايوس، مش بسبب سمباثيتك ليجن. انت عم فكر لانه السمباثيتك يعني ملوش علاقه ضخمه قوي بالبونز. بونز ايه؟ ما بيمشيش في البونز، مش عارف، بعض زملاء بيقولوها عشان كده كاتبها لكم عندكم، يعني ما تعارضش كثيرا، انما الصحيح انها بارا سمباثيتك ستيميليشن، لان البارا فيها كرينيال نيرفز طالعين من البرين ستيم، هم دول موجودين، لكن سمباثيتك ده ثوراكو لمبر، ماله مال برين ستيم؟ يلا اي حاجه. جلوكوما لو الضغط زاد، شوف من عظمة الخلق والخالق ان عشان نصرف الفلويد كويس البيوبل بتدايليت، يبقى انا عاوز ناس فاهمة مش حافظة. نيجي للدراجز يا ولاد، ايه الدراجز اللي بتعمل كونستريكشن وايه الدراجز اللي بتعمل دايليتيشن؟ احنا عارفين ان الباراسمباثيتك بتعمل بيوبيلي كونستريكشن، يبقى الباراسمباثو مايميتك، مايميتك يعني يحاكي، زي البايلوكاربين وزي الايزرين اللي هو اندايركت باراسمباثوميتك. الايزرين ده بيبوظ الانتي كولين، بيبوظ الكولين استريز، هو انتي كولين استريز، بيبوظ الانزيم اللي بيكسر استايل كولين، انتي يعني ضد تكسير الاستايل كولين، انتي كولين استريز، يبقى الاستايل كولين ما يتكسرش فالبارا تشتغل فيحصل ميوزس. عشان كده يسموا الايزرين ده اندايركت باراسمباثوميتك، انما البايلوكاربين ده دايركت بيشتغل على ريسبتور على طول. كنا بنستخدمهم في ايه دول؟ في تريتمنت اوف جلوكوما لو كنت فاكر. بالعكس الباراسمباثوليتيك زي السؤال اللي جبناه النهارده اللي هو بتاع الاتروبين، بيشل الكونستريكتور، فلما الكونستريكتور تتشل خلاص هو شل البارا، شل الكونستريكتور، فيحصل باسيف مدريازيس. باسيف مدريازيس ليه بقى؟ بص اللي بعدها مهمه جدا. طب السمباثاتيك بيشغل بيبيلي دايليتور،
يبقى لو حطيت في العين نقطة أدرينالين سيمباثوميميتك هيشغل الدايليتور، هيوسع الحدقة تبقى أكتف بدياز. واحد من أهم الأسئلة في الـ MSQ، وأقولها بكل الطرق. حضرتك في المعمل أرنب، حطينا في أحد عينيه أتروبين وفي الثانية حطينا أدرينالين، في الاثنين حصل بيبيلو دايلتيشن. اللي حطيت فيها أتروبين، الأتروبين باراسيمباثو ليتيك، شل البارا اللي هي بتعمل كونستريكشن. فلما الكونستريكتور اتشلت حصل باسيف ميدرياسيس. دي سؤال مهم قوي جدا في الام اس كيو. باسيف هي الاتروبين ما جاش جنب المدرياتيك، ما جاش جنب البيبيلي دايليتور، هو شل الكونستريكتور، شل الكونستريكتور، وقف البارا، شل الكونستريكتور. فلما الكونستريكتور اتشلت الدايليتور بريفيلز، هي اللي اشتغلت وعمل دايليتيش، هو ما جاش جنبها، عشان كده يسموها باسيف ميدرياسيس. انما في العين الثانيه انت حاطط ادرينالين مشغل السيمباثاتيك اللي هو بيغذي الدايليتور، فعمل اكتف 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 ميدرياسيس. طيب ده سؤال في الام اس كيو، يبقى ايه الفرق بين الباراسيمباثوليتيك والسيمباثوميتيك؟ ده باسيف وده اكتف. طيب في المعمل في سؤال جميل قوي هقوله لك، ازاي تعرف اني عين فيها اتروبين واني عين فيها ادرينالين؟ سهل قوي، هات ترش يعني بطاريه وحطها في عين الارنب. لو العين اللي محطوط فيها اتروبين، الاتروبين شال الكونستريكتور، يبقى مش هيحصل لايت ريفلكس، مش العين مش هتضيق لان اوريدي هو دايليتد لان الكونستريكتور مشلوله، يبقى نو لايت ريفلكس. انما العين اللي فيها ادرينالين القديم مش هشغل الدايليتور لكن ما جاش جنب الكونستريكتور، فلما تحط الضوء الكونستريكتور تشتغل ويحصل كونستريكشن، يحصل لايت ريفلكس. يبقى العين اللي ما فيهاش لايت ريفلكس دي فيها اتروبين، لان الاتروبين شال الكونستريكتور اللي بتعمل اللايت ريفلكس، بينما الادرينالين مش هشغل الدايليتور، ملوش اي علاقه بالكونستريكتور، الكونستريكتور زي الفل، فهيبقى فيه لايت ريفلكس. طب التطبيق الاكلينيكي الجميل بقى هنا، طب واحد عاوزين نعمل له فحص قاع عين، فحص قاع عين بنحط له اتروبين ولا ادرينالين وليه؟ لنفس الفكره. انا يا اولاد عشان افحص قاع العين، عاوز عشان افحص قاع العين لازم اوسع البيوبل وبعدين احط ضوء عشان افحص قاع العين. يبقى لو حطيت ادرينالين في العين هتشغل دايليتور، يحصل بيبل دايلتيشن. طب لما اجي احط الضوء عشان افحص قاع العين الكونستريكتور شغاله، فهيحصل بيبل كونستريكشن. يبقى ينطبق المثل كانك يا ابو زيد مغزيت، حطيت ادرينالين وسع البيبل، جيت تبص بالضوء الكونستريكتور شغاله عمل لك بيبل كونستريكشن. ده التاني، مش كده بنحط اتروبين، الاتروبين بيشل الكونستريكتور، فلما الكونستريكتور تتشل يحصل ميدرياسيس، وتيجي تحط ضوء الكونستريكتور مشلوله، تقعد دايليتد زي الفل كده وتفحص زي ما انت عاوز. حلو قوي. ولا تنسى الجمله الاساسيه، الاتروبين باراسيمباثوليتيك، بيعمل باسيف ميدرياسيس لانه ملوش دعوه بالميدرياتيك، هو بيشل الكونستريكتور، فلما الكونستريكتور تتشل يحصل دايليتيشن باسيف. انما الادرينالين سيمباثوميميتك، بيشغل الدايليتور بيعمل اكتيف ميدرياسيس. تعرف اني عين فيها اتروبين واني عين فيها ادرينالين؟ عرفت. اللي فيها اتروبين الكونستريكتور مشلوله ما فيش لايت ريفلكس، انما اللي فيها ادرينالين الكونستريكتور شغاله في لايت ريفلكس. تستخدم ايهما في فحص قاع العين؟ اتروبين نوت ادرينالين. ده من اهم الحتت والاسئله دي، معرفة كويس وجدول رائع وصادق. كمل بقيه الادويه. حاجات تانية بس لزوم الفرجه، المورفين بويزنينج بيعمل بيوبيلي كونستريكشن، واحب اقول فقط معلومات، بيعمل سيفير بيوبيلي كونستريكشن، بتبقى العين بين بوينت، يعني البيوبيل زي راس الدبوس صغيره جدا. برضو بحب الطلبه الفسيولوجي مجموعه الحكايات، بتفتكر الحكايات ما بتفتكرش المعلومات الجامده،
ايه قيمة الكلام ده؟ وفي نفس الوقت هي مش بس حكايات، هي معلومات قيمة. انا شاكك ان واحد بيتعاطى مورفين افيون يعني مدمن، او البوليس ضبط واحد معاه افيون فعشان يتخلص من جسم الجريمة راح واكلها، خلاص كده مفيش جريمة، ما معهوش حاجة، بس ممكن هيموت، هيجيله مورفين بويزنينج. انسى انه خلاص هو عرف يخلص من الشق القانوني، معهوش حاجة، بس انا كطبيب حريص على حياته ليكون بلعها، ابص في عينه، لو لقيت عينه البيوبل ضيقه جدا جدا جدا، مش كونستريكشن طبيعي، بين بوينت، افتكروها اهو، يبقى ده خد المورفين، ده عنده مورفين بايزن. لو واحد ادكت بياخد مورفين قرب كده وبص في عينه تلاقي الحدقه مش ضيقه، ضيقه جدا، بين بوينت. الاستامين بيكونستريكت بيعمل ستيميليشن للبيبيلي كونستريكتور، فبيعمل برضه مايوسيس في حالات الالرجي. الناحيه الثانيه الالكوهوليك انتوكسيكيشن، الناس اللي بتشرب خمور، انت عارف الخمور بتشغل السمباثاتيك، حتى اقولها بطريقه لطيفه عشان ما تنساش، مش اللي بياخد خمره ده يقول ايه جمله مشهوره، وانا جدع انا جدع يعني شايف نفسي يعني السمباثيك شغال، يبقى يحصل له بيبيلو دايلتيشن. ومثلها الكوكايين لسبب ثاني، اللي بياخده كوكايين كلها مخدرات اهي، مورفين الكوليك كوكايين، كوكايين بيزود السنسيتيفيتي للادرينالين يعني للسمباثاتيك، يبقى يعمل بيوبيلو دايلتيشن او مدريس. ده واحد من اشهر الاسئله، وانا يا اولاد سقته لكم اهو في جدول من 8 نقاط في غايه الجمال، ما يجيش ترتيب احلى من كده، وقصادك الورق وقاعد في بيتكم مرتاح وبتتلقى المعلومات. اتمنى انها تذهب. نقولها تاني بقى، امتى حدقه العين تضيق وامتى حدقه العين تتسع؟ انا اقول ناحيه وانت تقول الثانيه. لايت ادابتيشن انا سمعت بيعمل مايوسيس، يبقى هناك دارك ادابتيشن. نير فيجن لما تقرا كتاب حدقه العين تقل، لما تبص بعيد فار فيجن حدقه العين تتسع. تنام انت بتقول لهم اطفي النور، لما تطفي على روحك حدقه العين بتضيق. تنفعل عشان تشوف كويس حدقه العين بتوسع. 4 لما تقطع السمباثاتيك اللي بيعمل اتساع في حدقه العين يحصل مايوسيس هورنر سيندروم. لو قطعت الاوكيلوموتور نيرف اللي بيعمل مايوسيس يحصل مدرياسيس. بقى نيجي في البنك، حكيت لكم قصه البنك التخدير واعتبرتها فقر معلومات عامه، ان انت في ستيج 3 اللي بنشتغل فيها العمليه بيبقى حدقه العين كونستريكتد، انما 2 و4 بتبقى حدقه العين متسعه. بس ايه الفرق؟ في 2 بتبقى دايليتد بات رياكتيف تو لايت، ف4 بتبقى دايليتد اند فيكسد. قلت ريفلكس نمره 6، لو قفلت عينيك جامد زريت عينيك يبقى انت مش عاوز ضوء، فربنا شوف سبحان الله بيساعدك يعمل لك ميوسيس في نفس العين. لكن لو واحد قرصك في قفاك سيليو سباينال لازم تفنجل عينيك تاخد بالك، يبقى يفتح يعمل بيبيلو دايلتيشن. بونتاين هيموريج قلنا بيستيميليت الباراسمباثاتيك، مش بيعمل ليجن في السمباثاتيك، كاتبها عشان ما فتكوش. بس زي ما قلت يا اولاد انت جاوب لهم اللي هم عاوزينه، كل واحد في مصدره، ان شاء الله اقول لك الشمس بتطلع من بتشرق من الغرب قول لهم صح، ما دام انتوا كاتبينها كده انتوا الصح على عيني وعلى راسي، انما لازم اشرح لك المعلومات الصحيحه. عكس الجلوكوما زياده ضغط العين عشان نصرف الفلويد ده بيحصل اتساع في الحدقه. الدراجز اتكلمنا عليها، اوعى تنسى اهم من حاجه بقول لك الباراسمباثوليتيك الاتروبين بيشل الكونستريكتور، فلما الكونستريكتور تتشل يحصل اتساع مدريات يبقى باسف، انما الادرينالين بيشغل الدايليتور يبقى اكتف مدريات. وشفنا ازاي تفرق في واحده في لايت ريفلكس والثانيه ما فيش، وايهما بتستخدم في فحص قاع العين اللي هي الاتروبين. وخدنا المخدرات المورفين اللي بياخدوا افيون بتبقى حدقه العين ضيقه جدا بين بوينت، ممكن تعرف الحكايه دي، بينما اللي بياخدوا الكوهوليكس او كوكايين بيبقى عينين فنجله بيبيلو دايليتيشن. اقلب الصفحه من فضلك. نيجي بقى لحاجه لطيفه جدا جدا جدا، وهي الشبكيه يا اولاد، الريتنا. في فقر المعلومات العامه اكتر واحد يشتغل على الضوء يا اولاد ايزاك نيوتن،
إسحاق نيوتن هو أكتر واحد عمل دراسات على الضوء، وكان ده في سنة 1672، شوف يعني من زمان قوي. وهنحكي لكم شوية حتى على الكالر تي في اللي هو التلفزيون الملون، القصة بتاعته دلوقتي. حتة دي جميلة خالص، وهي برضو سؤال نظري مهم وسألف. النهاردة المحاضرة كلها حاجات مهمة. قاع العين في نوعين من الريسبتور اللي بيستقبلوا الضوء. في ريسبتور في شكل منشور اسمها كونز، كون يعني زي المنشور، وفي ريسبتور في شكل قضبان صغيرة اسمها رودز. فسؤال نظري مهم اسألف، ايه الفرق بين الكونز والرودز؟ وما عشقت مثل عشق النظام. فانا حطيتهم في جدول، هوري لك الجدول بعد كده. الاول هنشرحها على الرسم وبعدين هتشوف الجدول، انا راجعها تاني على الجدول. وبعدين زملاء الاصغر سنا بينبسطوا من فكره الجدول، مع ان انا الجدول مش بس الفكره مقارنه، الفكره ان نغوص بعمق في المعلومات. فانا حطيت الفروق في اربع معلومات اناتوميكال تشريحيين، هستنتج منهم الخمس معلومات اللي هم في الوظيفه في الفانكشن. يبقى الجدول تسعه في الخير، تسعه نقط عشان ما تنسوش، لو كتبت اي نقطه ناقصه مش هتاخد فول مارك. طيب ايه الفرق بين الكونز والرودز؟ ستارت ويز في العدد، احنا عندنا 6 مليون كونز لكن عندنا 120 مليون رود، ده الفكر. طب فين الكونز موجودة؟ في السنتر، في الفوفيا سنتراليس. سؤال ام اس كيو مهم جدا. الفوفيا سنتراليس اللي هي البؤرة المركزية، مفيش غير كونز فقط. طب نطلع بره شوية في البريفري نلاقي كونز اكتر من رودز، نطلع بره خالص في البريفري رودز اكتر من كونز. طب في سؤال هنا ام اس كيو للي عنده قوة ملاحظة، يبقى في الريتنا في منطقة فيها كونز بس في الفوفيا سنتراليس، انما ما فيش منطقة فيها رودز بس. يعني هقولها باسلوب اخر، يعني في كونز فقط في السنتر، ثم كونز اكثر، ثم كونز اقل. مفيش حاجة اسمها حتة فيها رودز بس، دي نقطة مهمة جدا. طب واحد يقول لي افتكرها ازاي؟ انت عارف طريقتي، انا حطيت لك حرف السي مع السي، الكونز بحرف السي في السنتر بحرف السي، ما تنساش الرودز بالعكس معك بريفي. طيب we have three types of cones، عندي ثلاث انواع من الكونز متماثله مع الالوان الثلاث الرئيسيه في الحياه اللي هو ريد بلو اند جرين، وعليها نشوف ان الكونز مسؤوله عن الكالر فيجن، مسؤوله عن الرؤيه الملونه. ده انا عاوز اقول لك حاجه لطيفه جدا، اللي عمل الكالر تي في راجل اسمه جون لوجي بيرت. ده بدا الابحاث بتاعه سنه 1928 كالر تي في. طب احكي لكم في يوم من الايام البلاك اند وايت قصته، وبعدين جت الحرب العالميه الثانيه فاتاخر. كم الابحاث عرض اول تلفزيون ملون في العالم كان في سنه 1944. طيب اول برنامج في نورث امريكا اتعرض بالالوان كان في سنه 1953. تصور اول مره العالم كده في نورث امريكا يشوفوا حاجه تلفزيون ملون. في اوروبا ابتدوا سنه 1960. الكالر تي في في نورث امريكا بقى اكتر من البلاك اند وايت تي في في سنه 1970، بقى الناس هنا معظمها عندها تلفزيون ملون. طبعا في بلادنا احنا بتتاخر الموضوع شويه. ده قصه الكالر تي في. عارف هو عرف ازاي يخترع الكالر تي في؟ ان انت في التلفزيون الملون بتشوف ملايين الالوان، لكن هو بص في عين الانسان، خد المعلومات من عين الانسان ولقى ان الرؤيه الملونه تحتاج ثلاث الوان بس، احمر وازرق واخضر. فبخلطهم بنسب معينه تديك كل الالوان المعروفه. ف
فعش كده اختراع الكالر تي في بقى سهل جدا، يعني مجرد ثلاث أشعة فقط، يعني كأنه عشان كده تمنه تقريبا كان ثلاث مرات تمن البلاك اند وايت، ثلاث أشعة، واحد أحمر واحد أزرق واحد أخضر. انت عارف كل شعاع بيغطي الشاشة في واحد على 420 بالثانية، فمن خلطين تحصل تشوف كل الألوان اللي في كار تي في. انما في الأصل ثلاثة. واحد يقول لي طب انا مش مصدق الكلام ده، اقول لك لا صدق. هتقول لي ليه؟ اقول لك حاجة انت مش واخد بالك منها. اما بنروح نقعد في اي كافيه حاطين شاشة كبيرة كده وحاطين التي في بروجيكتور، ما تبصش للشاشة، بص للتي في بروجيكتور، هتلاقي فيه ثلاث لومات بس، احمر وازرق واخضر، دي نوتينج ان الالوان كلها مبعثها ثلاث الوان اساسية فقط، احمر واخضر وازرق. يبقى بص على البروجيكتور تي في، ما تبصش على الشاشة. النهاردة بيضيفوا لون رابع، ساعات تلاقي اصفر معاها، دي فقط معلومات عامة. ليه؟ لانه طبعا اكتر ضوء بيشوفه الانسان هو الضوء الاصفر، فده بيزود اليومينيستي، يعني سطوع الشاشة تبقى مور برايت، حلوة. انما اصل الالوان كلها احمر وازرق واخضر. خدها منين بقى الراجل اللي هو اسمه جون لوجي بريرد ده؟ في العين. ان لقى ربنا بيدينا كل الالوان بثلاثة كونز بس، في كون للاحمر وكون للازرق وكون للاخضر. وبرضو بحبك عشان تفتكر، يبقى الكونز بحرف السي في السنتر بحرف السي، الكونز بحرف السي بتاعت الكالر بحرف السي، حاجة لا تنسى هي وصادك عمر الطلبة بتنساها. حتى لو خدت بالك كلمة كون انا رسمها لك بالتلات الوان، الاحمر والاخضر والازرق، عشان ما تنساش، يعني كل وسيلة بحاول افكرك. بينما عندنا نوع واحد من الرادز، يبقى زي شعاع واحد تلفزيون الابيض واسود، لو الشعاع وقع على نقطة تبقى بيضة، فوتها تبقى سودة، شعاع واحد، يبقى ما يديش غير يا ابيض يا اسود، نور النقطة تبقى بيضة، ما وقعش على النقطة تبقى سودة. ادي الفرق بين فكرة التي في الابيض واسود، ان في شعاع واحد الملون فيه ثلاث اشعة، عشان كده ثمنه اغلى ثلاث مرات. طيب نيجي في الاناتومي. الكون يا اولاد بتتميز بحاجه اسمها 1 تو 1 كونكشن في الفوفيا سنترالز، ده المكان الوحيد في الجسم اللي فيه 1 تو 1 كونكشن، يعني 1 كون كونكتد تو 1 باي بولار سيل اللي بشاور عليها، كونكتد تو 1 جانجليونيك سيل اللي بشاور عليها، اند وي فاينلي اكتيفيت 1 كورتيكال نيرون، 1 تو 1 كونكشن. دي تديك ميزه رائعه ان النقطه تتشاف نقطه، يبقى تديك very high visual acuity، حدة البصر رائعة بالكونز، النقطة نقطة. إنما لو أنا شفت وش الإنسان كله نقطة واحدة يبقى مش هشوف تفصيلات. بس فيها عيب الكونز، إن الـ one to one connection معناها مفيش summation، يبقى احنا فكرة السميشن ان مؤثر ضعيف مع مؤثر ضعيف مع مؤثر ضعيف، لما نعمل لهم سميشن نوصل الثريشل فاليو ويدينا استجابة. فالكونز فيها ميزة ان الفيجوال اكيوتي فيري هاي بسبب الوان تو وان كونكشن، بس قلنا الوان تو وان كونكشن ده فين بس؟ في الفوفيا سنترالز مش في كل الكونز. بس فيها عيب خطير ان اللايت سنسيتيفيتي فيري لو. ليه؟ لان there is no summation whatsoever، مفيش سميشن. ما نيجي بقى الرودز نلاقي العكس يا شباب، 200 رودز بيروحوا الوان باي بولار سيل، وكذا باي بولار سيل تروح لجانجليونيك سيلز، وكذا جانجليونيك سيلز تروح لكورتيكال سيل، يبقى نقاط كثيرة جدا في النهاية هيروحوا الوان كورتيكال سيل، يبقى كذا نقطة مئات النقاط هتشوفها نقطة، يبقى فيش اي تفصيلات، يبقى الفيجوال اكيوتي فيري لو، very low visual acuity، يعني مفيش تفصيلات، بس فيها ميزة لا تخفل. ايه هي بقى؟ ان مهما كان الضوء ضعيف، ضوء ضعيف مع ضوء ضعيف مع ضوء ضعيف مع ضوء ضعيف، اقعد اقولها 200 مرة وبعد كده نجمع الكذا باي بولار في الجنجر، مهما كان الضوء ضعيف هتشوف كويس قوي، يبقى اللايت سنسيتيفيتي فيري هاي بسبب عندها excellent space summation، تجميع رهيب، excellent space summation. طب تعالى بقى لخص لك القصة دي في نظرة خاصة جدا للعبد الله،
يبقى الكونز رؤية ملونة اهو بالعربي عشان ما نضيعش، عشان في تلات نوع من الكونز فبتديني رؤية ملونة مفصلة دقيقة. ليه؟ عشان في وان تو وان كونكشن سبيشالي في الفوفيا سنتراليس. يبقى رؤية ملونة مفصلة، بس عشان اشوف الرؤية الملونة والمفصلة دي محتاج ضوء كتير عشان ما فيش سميشن. اللايت سنسيتيفيتي فيري لو. الله الله، ما هو ده الرؤية صباحا. انت واخد بالك؟ لو انت عندك صبح، اللي بيسمعني عنده صبح، انت في الصبح ضوء كتير، ايه نوع الرؤية؟ انت شايف التفصيلات، رؤية مفصلة وشايف الالوان لانك بتستخدم الكونز. طب تعالى ندخل في الصحراء، نمشي في الصحراء بالليل. يبقى هنا بلاقي ان انا شايف اشباع كده، خالات، لا في الوان لان الرودز نوع واحد، ولا في تفصيلات لانها فيها اكسلنت سبيس سميشن. المئات النقاب بشوفها نقطه بس، برغم ان الضوء قليل جدا، مفيش ضوء يذكر قادر اشوف، برغم انها فيري سنسيف لللايت. اقول لكم، لما كنت بدي في المحاضرات هنا وهناك وكنت اوصل الحته دي اعمل اتي، اول ما ادخل المحاضره اقول لهم وروني فين المفاتيح بتاعه النور، السويتشز فين، واوقف الشخص المسؤول عن المدرج اقول له اقف جنب السويتشز اي ويل تيب يو. قال لهم بصوا يا ولاد، شايفين الضوء حلو جدا دلوقتي، ما احنا جوه المدرج عاملين نهار، ايه رايك نبص لبعض كده، ايه نوع الرؤيه اللي نتمتع بيها؟ شايفين بعض بالالوان، تفصيلاتنا كويسه جدا، بس عشان نشوف الوان وتفصيلات نحتاج لضوء كتير. احنا النهارده دلوقتي بنشوف بالكونز يا ولاد. اقول للعامل من فضلك سويتش اوف ذا لايت، تيرن اوف ذا لايت. يروح مضلم المدرج ما فيهوش غير بصيص ضوء بسيط، فجاه الالوان ضاعت، مش شايفين الوان خالص، مش شايفين اي تفصيلات، شايفين شادوز كده اوت لاينز. اقول لهم دلوقتي بنشتغل بالرودز، رؤيه غير ملونه غير مفصله، لكن برغم ان الضوء قليل ستيل قادرين نشوف. سموها سكوتوبيك فيجن، يعني رؤيه في الظلام. اوبيك يعني رؤيه، سكوتوبيك يعني رؤيه بالليل، انما الثانيه الكونز فوتوبيك فيجن، رؤيه في الضوء. انا بقى بقولها بجمله رائعه رائعه، اسمعني بقى، كما النظره اللي تملي ببصها انه وراء الخلق خالق. فبقول اسمعني كويس قوي، كما قسم الخالق اليوم الى نهار وليل، كذا قسم الريسبتورز ان ريتنا الى نوعين، كونز للرؤيه نهارا ورودز للرؤيه ليلا. كونز للرؤيه نهارا، رؤيه ملونه مفصله. ليه ملونه؟ عشان في 3 كونز. ليه مفصله؟ عشان النقطه نقطه، وان تو وان كونكشن. طب ليه محتاجين ضوء كتير عشان نحصل على الالوان والتفصيلات؟ لان الوان تو وان مفيش اي سميشن. بينما بالعكس في الليل رؤيه غير ملونه، لان في نوع واحد بالرد، يا فاتح يا غامق، غير مفصله لان في اكسلنت سبيس سميشن، مئات النقاب بتتجمع في وان كورتيكال سيل، يبقى 100 نقطه تشوفها نقطه، بس قادرين نشوف مهما كان الضوء قليل، لان فيها اكسلنت سبيس سميشن اللي هو سكوتوبيك فيجن. وزادت العظمه عظمه فقط في منظور العبد الله. يعني دي في معظم كتبكم مش هتقروها، في تامل خاص، انه يقولوا ان ربنا خلق الكونز موست سنسيتيف، دي النقطه التاسعه اللي هنزودها بقى اللي هنتميز بيها، للويف لينث 550 نانومتر او 5500 انجستروم. ما هو الانجستروم 10 نانومتر، بينما الرودز موست سنسيف ل 500 نانومتر او 5000 انجستروم. فانا عملت ايه يا اولاد؟ رحت جايب كتاب الالوان، قلت ايه الرقم ده؟ انا عاوز اتفرج ايه الرقم ده يعادل انهي لون. فاكتشفت حقيقه رائعه، ان ال 550 او ال 5500 دي تعادل لون الاصفر اليلو،
بينما الخمس تلاف أو الخمسمية تعادل اللون اللي هو green blue الأخضر والأزرق. فقلت ربنا يلا فكر معايا، خلق الكونز للرؤية صباحا، من هو الضوء اللي بيغشي الكون كله في الصبح؟ الأصفر الشمس. وما تقوليش الأبيض، الأبيض ده مش ضوء طبيعي، لما النيون والكلام ده مش طبيعي، الطبيعي هو الأصفر. لو رحت باريس، وأنا رحتها أكثر مرة، ليه بيسموه عاصمة النور؟ ما بيستخدموش الأضواء البيضة دي نيون، الأضواء الصفراء، فتحس إنك أنت في عز الظهر. فربنا اللي خلق الكونز للصبح خلاها أكثر حساسية للضوء الأكثر شيوعا صباحا وهو اليلو. رحت الناحية التانية للرادز، خلقها أكتر حاجة للجرين بلو. فقعدت أفكر إن الحضارات قامت حيثما الماء، يعني أي حضارة قامت في مياه، ليه؟ عشان يقدروا يزرعوا ويأكلوا. طب بالليل، بالليل كده تخيل مين اللونين الأكثر شيوعا بالليل؟ الجرين ده الأرض، وبص للسماء بلو، يبقى جرين بلو، الارض خضراء حيث قامت حضرات والسماء زرقاء. فربنا خلق الرز موست سنسبل جرين بلو، بس عشان ما تغلطش ركز معايا، ركز معايا عشان عايزين نبقى فاهمين. الرز مش شايفاهم اخضر وازرق، لكن شايفاهم اكثر سطوعا فاتحين عن غيرهم، لان الرز لا تميز الالوان، انما شايفه خالتهم اكثر سطوعا لكنها لا ترى اللون. فخرجت من هذا الجدول مش بان العبد الله حطيت جدول من 9 نقاط، خرجت بشيء واحد دائما لا اخرج بغيره، انتوا عارفينه، انه وراء الخلق خالق. تعال بقى شوف الجدول، نعيده في صورة الجدول اهو. نحاول نظبطه في 4 نقط: اناتومي، النمبر، السايت، البيجمنت، الكونفيرجنس، و5 فانكشنال اللي هم اللايت سنسيتيفيتي، الفيجوال اكيوتي، الكالر بيرسبشن استقبال الالوان، الفيجن ده مخلوق لانهي رؤيه، والماكسيمم سنسيتيفيتي لانهي ضوء. تعال بقى نقارنهم. الاناتومي انا اقول ناحيه وانتوا تقولوا ناحيه. الرادز 120 مليون بير اي، جداول رائعه رائعه، ما عشقت مثل عشق النظام، زي ما قلت لزملائكم بالأمس، يعني نريح كده دقيقة قبل الجدول. أبويا رحمه الله وهو كان أول دفعة في كلية طب القصر العيني، دخلوا 50 واحد أول دفعة في القصر العيني، كان قبلها مدرسة الطب بتاع محمد علي إذا حبيت تسأل. طب قبل كده، إنما أول دفعة في القصر العيني كان 50، تخرجوا 11، وكان الثاني على الثانوية العامة. أنا فاكر قال لي نصيحة واحدة، قال لي بص يا ابني، يعني في ناس رأس مالهم النظام، فأنا أنصحك أنك تبقى شخص منظم. في ناس كل ما يمتلكوه في الحياة مقدرتهم على النظام، ودلل لي على ذلك بحاجة رائعة جدا. قال لي الفرق بين دول العالم الأول ودول العالم الثالث، وخد بالك مفيش عالم تاني عشان يعني يبينوا ان هم حاجة واحنا حاجة، دول العالم الاول ودول العالم الثالث، هم انهم اكثر نظاما، وهم ليسوا باكثر ذكاء، يعني مفيش حاجة اسمها هم اذكى واحنا اقل ذكاء، الذكاء متجانس في كل الدنيا، لا احنا حتى احنا ابناء عروبتنا لا احنا اذكى ناس ولا اغبى ناس، الذكاء ربنا موزعه في الدنيا زي بعض، انما هم اكثر نظاما ودول اقل نظاما. شوف دول فين ودول فين، طبقها على مستوى الفرد. إذا كنت شخص منظم في تفكيرك، في عرضك للحقائق، في حياتك عموما، هتصل لوضع مختلف عن بقية أقرانك. ولم أستخف بهذه النصيحة، وسمعتها كويس قوي قوي، وبديها لكم كإهداء. النظام هو أهم حاجة، سبحان الله، ربنا حط الكون بنظام معين. النظام شيء
رائع، يعني انك تكون اذكى واحد، مور تالنتد، عندك موهبه هايله وذكي جدا وبتقرا كتير جدا ومعلومات رائعه، وفي الاخر كل الثلاث حاجات دي ما تستثمرهاش في صوره عرض منظم جيد للمعلومات، باص كل حاجه. النظام هو الاساس، وتكون منظم مش بس في المذاكره، في كل حاجه في حياتك. لا حاجه هتلاقي الحاجات ما تضيعش، ما انت كل حاجه منظمها، عارف انت حاططها فين، المنظر البيت وانت قاعد فيه مريح، الحياه مريحه، النظام شيء جميل. كانت هذه فقره المعلومات العامه، اتمنى تبقوا افدتم منها. ادي احد سبل النظام، ان انا جمعت اربع نقط عن التشريح، الفرق التشريحي، وخمس نقط استنبطتهم من التشريح. نقولهم بقى، الرودز 120 مليون، الكون 6 مليون. الكونز السنتر اوف ذا ريتينا في الفوفيا سنتراليس فيها كونز اونلي، الكونز بحرف السي في السنتر، في الفوفيا سنتراليس مفيش غير كونز، ثم كونز اكثر ثم رودز اكثر، يبقى في البريفري في رودز اكتر، لكن مفيش حته اسمها حته ما فيهاش خالص كونز، لكن في حته ما فيهاش خالص رودز اللي هي الفوفيا سنترالز. ده سؤال ام اس كيو اهو محطوط. يبقى في منطقه ما فيهاش رودز خالص الفوفيا، لكن مفيش منطقه ما فيهاش كونز خالص، كونز في الفوفيا سنترالز. طب نيجي بقى للكلام المهم، الرودز عندي وان تايب، دي بقى سمعت في مخك ايه، يا ابيض يا اسود، يبقى نو كولرز. انما الكون 3 تايبس كورسبوندينج تو ذا 3 برايمري كولرز، ريد بلو اند جرين، يبقى هي بتاعه الرؤيه الملونه. نقطه رابعه كونفرجنس، الكونز في الفوفيا بس في وان تو وان كونكشن، اديتني حاجتين، النقطه نقطه، يبقى الفيجوال اكيوتي فيري هاي، لكن ما فيش سميشن، يبقى اللايت سنسيتيفيتي فيري لو. الرودز بالعكس، 200 رودز بيروحوا لوان باي بولار سيلز، وكذا باي بولار سيلز تروح لوان جانجليونيك سيلز، وكذا جانجليونيك سيلز تروح لوان كورتيكال سيل، يبقى مئات النقاط هتروح لخليه في المخ واحده، يبقى مئات النقاط هتشوفها نقطه، يبقى الفيجوال اكيوتي فيري لو، تفصيلات اي كلام، لكن في مش سميشن. افتح ودنك، اكسلنت excellent space summation، مهما كان الضوء ضعيف ضعيف بعد ضعيف بعد ضعيف بعد ضعيف، بعد مئات المرات هتشوف. طب تعالى نجمعها بقى في الفانكشنز، يبقى الكونز الفيجوال اكيوتي فيري هاي، رؤيه مفصله ملونه لكن محتاجه ضوء كتير، دول اول ثلاث نقط، يبقى رؤيه ملونه اهو الكالر بيرسبشن في الكونز، مفصله الفيجوال اكيوتي فيري هاي لكن محتاجه ضوء كتير، يبقى ربنا خلقها لايه بقى، نوع الفيجن للرؤيه صباحا، فوتوبيك فيجن، داي فيجن. بينما الرودز رؤيه غير مفصله غير ملونه، لان نوع واحد ما فيهاش غير بيجمنت واحد، الكونز فيها ثلاث انواع من البيجمنتس متمشيه مع الاحمر والاخضر والازرق، انما ده بيجمنت واحد. وبعدين ما فيش تفصيلات، لانها فيها اكسلنس بيس سميشن، مئات النقاط تشاف نقطه بس، مهما كان الضوء قليل اللايت سنسيتيفيتي فيري هاي، لانها اكسلنس بيس سميشن، فهي مخلوقه للسكوتوبيك فيجن نايت فيجن. ثم اضفنا الجمله التاسعه وهي خاصه بالعبد الله، اي الالوان اكثر حساسيه الكونز عمرك ما هتنساها، للون الاكثر شيوعا صباحا وهو اليلو، اللي هو تصادف انه 550 نانومتر او 5500 انجستروم. والرودز وحكيت لك قصه الحضارات، الناس كلها جت حيث الميه، تحت اخضر فوق السماء زرقاء، جرين بلو، هل دي مصادفات؟ 5000 نانومتر او 500 نانومتر او 5000 انجستروم. كما قسم الله اليوم الى نهار وليل، قسم الريسبتورز في الريتنا الى كونز ورودز، كونز فور داي فيجن فوتوبيك فيجن، ورودز فور نايت فيجن سكوتوبيك فيجن. يا سلام بقى لو جاء السؤال وكتبت التسع نقط مش كمعلومات، كحاجه رائعه تبقى حاسسها، حابب اللي بتقراه، حابب اللي بتسمعه، حاسس انك بتفهم الكلام ده، ممكن يجي لك بطريقه ثانيه، حاجه اسمها دوبليستي ثيوري اوف فيجن، يعني دبل دوبليستي عن دبل، او فونكري ثيوري. تصور الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي وانت استمتعت بيه جدا جدا،
كان محتاجة واحد يحطها بصورة ثيري. عارف ليه؟ لأن لو ناخد من أيام الناس اللي اشتغلت على الضوء، كانوا زمان يفتكروا أن العين هي اللي بتلقي الضوء على الأشياء، لحد ما جه ابن الهيثم وقال لا يا جماعة، ده الأشياء بتلقي الضوء على العين، مش العين بتنور الأشياء. يعني شوف إزاي مسيرة التاريخ الإنساني كانت بسيطة خالص، لدرجة أن اللي قلته الوقت أنت مقتنع بيه 100% احتاج شخص يصيغه في صورة نظرية، اسمه فون كريس أو دوبريستي ثيري. قال يا جماعة جوه العين في نوعين من الريسبتورز، تو سيبريت ميكانيزمز اوف فيجن، لان في تو سيبريت ريسبتورز، في ريسبتور مخصصه للصبح وريسبتور مخصصه بالليل. ثيري اللي مخصصه للصبح ترى التفصيلات، ترى الالوان، ولكن محتاجه ضوء كتير واكثر حساسيه الاصفر. هو دي ما قالهاش، انما انا قلتها لك اهو. بينما اللي حساسه اللي بترى بالليل ما تشوفش تفصيلات، ما تشوفش الوان، لكن تشوف مهما كان الضوء قليل. وزودت لك انا وحساسه اكتر للجرين بلو، دي اسمها الدوبليستي ثيوري. يعني ممكن السؤال يجي لك كومبير اند كونتراست رودز اند كونز، تكتب الجدول، او دوبليستي ثيوري اوف فيجن، تكتب المقوله دي في الاول، تو سيبريت ميكانيزم فور فيجن، وتكتب الجدول برضه. يعني الجدول اتكتب، اقلب الصفحات من فضلك. هذا الرجل هو اسمه فون كريز، تصور يعني بيقول كلام انت مقتنع بيه 100%، العالم كله قال لا، انت بتقول كلام مش مظبوط، ما فيش كلام زي كده. فجي واحد صاحبه اسمه بيركنجي، قال له بص انا هثبت الكلام اللي انت قلته ده. يبقى البيركنجي شيفت فينومينون، ظاهرة البيركنجي بتشرح النظرية دي. انا ما عليكوش اجزاء عملها، بس انا نفسي الحقيقه يعني اوريكم ازاي عملها. فيعني ثانيه كده في عجاله، انا اقول جاب جهاز بسيط جدا، هرسمه دلوقتي اهو واحطه لك على الشاشه تتفرج عليه، ما عليكش كاميرا عشان تفهم. جاب منشور بريزم، ده بيحلل الضوء لألوان الطيف السبعة، وحط مصدر ضوئي، فطبعا المنشور حلل الضوء لألوان الطيف السبعة، خلاص حللها لألوان الطيف السبعة. وبعدين انت تبص للناحية التانية اهي، ده بالشكل ده يا شباب. يبقى ده مصدر ضوئي ومنشور هيحلل الضوء لألوان الطيف السبعة اهي، من اول انفراريد لحد الالترا فايلت، وحضرتك باصص من الناحية التانية ثقب كده بص. فلو انت اداك كمية ضوء كافية، فكر معايا، يبقى انت هتستخدم ايه لو الضوء كافي؟ طالب جاوبني قال لي الضوء كافي استخدم الكونز. طب ايه مزايا الكونز؟ انها بتميز الالوان السبعه، وبعدين خد بالك بقى، والاكثر سطوعا، يعني اكتر حاجه هتشوفها واضحه قوي قوي هي الاصفر، مش لان اللون الاصفر شدته اكتر، لان الكونز اكثر حساسيه للون الاصفر اهي. يبقى لو انت استخدمت الكونز هتشوف كل الالوان السبعه، واكثر ضوء هتشوفه هيبقى مور برايت والاصفر. ابتدى الراجل ده يخفض من كميه الضوء، هنا في كده عجله، يخفض كميه الضوء. لما تنزل تحت الثريشول بتاع الكونز، يبقى العين هتشيفت تستخدم مين؟ الكونز عاوز ضوء كتير، انت قللت الضوء، يبقى العين غصب عنها شيفت على الرودز. حصل حاجة رهيبة، فجأة اختفت الألوان السبعة، بقيت شايف سبع مناطق as different shades of gray، رمادي فاتح، رمادي غامق and so on، مفيش ألوان، ده رودز بتشوفش ألوان. ونطت المنطقة الأكثر سطوعا من الأصفر للمنطقة اللي هي blue green،
لان الرودز حساسه اكتر بلو جرين ومش هتشوفها بلو جرين. الرودز ما بتشوفش الوان. اللي كانت بلو جرين بالكونز هتشوفها اكتر حته فاتحه بس فاتحه، لكن مش هتشوفها ازرق واخضر. لما توصل للنقطه دي وتمسك حضرتك العجله دي وتلعب بيها، تزود الضوء شويه تشوف بالكونز، تقلله شويه تشوف بالرودز، هتوقن ان في جوه عينك تو سيبريت ميكانيزمز فور فيجن. واحده بتشوف الالوان واكثر حساسيه للاصفر، واحده لا ترى الالوان واكثر حساسيه. تفتح ودنك للي كان بلو جرين، هي مش هتشوفه بلو جرين، هتشوفه ذا موست لومينس. يبقى ما هي البركنجي فينومينون يا اولاد؟ في كلمه واحده، انت عارف العبد الله بيحب يركز على الكلمات المهمه. اتيت ذا شيفت، اتيت ذا ايه؟ اسمعها تاني بصوت عالي. اتيت ذا ايه؟ ذا شيفت، الانتقال، شيفت فروم كون تروب فيجن، فروم فوتوبيك تو سكوتوبيك فيجن. الكون فيجن حيث ارى الالوان والموست لومينس هو اليلو الى نو كولرز، والموست لومينس هو الجرين بلو، والرودز لا ترى خالص الريد، ما تشوفش الريد خالص. يبقى عارف بركنجي ده عمل ايه يا اولاد؟ هو الانسان ما لاحظش ان في تو سوبر ميكانيزمز ليه زمان زمان؟ لان الانتقال من الصبح لبالليل بيتم بطريقه تدريجيه جدا. هو بالجهاز الفيري سيمبل بتاعه ده اللي هو سورس اوف لايت وبريزم، نقلك من ضوء كتير لضوء قليل بسرعه، فقدرت تلاحظ الفرق بين الرؤيتين. الله، ده رؤيه بتديني الوان والموست لومينس اليلو، ورؤيه ما تدينيش الوان والموست لومينس اللي كان جرين بلو، اللي كان، لكن هي ما بتشوفوش جرين بلو. امال بتشوفوا ايه؟ بتشوفوا الموست لومينس اكثر سطوعا، فاتح اكثر. يبقى ما هي البركنجي شيفت فينومينون؟ واحد من اشهر اسئله. اتيت ده شيفت، اتيت ده ايه؟ اسمعها منكم، اتيت ده ايه؟ شيفت فروم كون تو روب فيجن. ده اقوى اثبات للدوبليستي ثيوري. طيب نيجي للبروف اوف دوبليستي ثيوري اند بركنجي فينومينون. في ثلاث اثباتات، هم الثلاثه حاجه واحده الحقيقه. ثلاث كيرفات، فوتو بيجمنت ابزوربشن كيرف، بليتشنج سنسيتيفيتي كيرف، ريتينال فيزيبيليتي كيرف. انا هقولها بطريقه بسيطه جدا عشان ما تعقدش. احنا قلنا تحفظها مع حيط ان الكونز اكثر حساسيه للون الاكثر شيوعا الصبح، وهو قولها لي الاول الوان يلو، بس هم مش عاوزينها يلو، هم عاوزينها تقولها كويف لينث، كطول موجي، اللي هو 550 نانومتر او 5500 انجستروم. بينما الرودز اكثر حساسيه لل بلو جرين، هم مش عاوزين تقول له الوان، قولها لي ارقام اللي هي 500 و5000 اسهل. فعملوا ثلاث تجارب هم حاجه واحده. قال لك اكثر ويف لينث بيمتصوا البيجمنت، يبقى ده ابزوربشن كيرف، هيكسر البيجمنت دي، فالبيجمنت جوه انبوبه الاختبار لما تتكسر هتبيض، يحصل لها بليتشنج. حتى تعبير هنا بيستخدموه في مساحيق الغسيل، يعني يقول لك مسحوق الغسيل ده بيعمل مور بليتشنج للغسيل، وبالتالي الريتنا هتشوفه كويس، هتشوفه حلو قوي، فيزيبيليتي. يبقى اذا الثلاثه حاجه واحده. اكتر ويف لينث البيجمنت هتعمل له ابزوربشن، اللي هو الاولاني فوتوسين ابزوربشن، هيعمل للبيجمنت تكسير، وبالتالي البيجمنت هيبيض بليتشنج. ادام امتصته جامد يبقى في العين بقى، لو عملت التجربه على العين يبقى هو ده اكتر ويف لينث الريتنا هتشوفه. فالفكره واحده في الثلاث كيرفات. انا بحب بتاع البليتشنج قوي لانها تجربه سهله جدا. اللي عمل بليتشنج كيرف عمل حاجه لطيفه جدا، جاب البيجمنتس بتاعه الرودز، قلنا الرودز فيها 1 بيجمنت، وجاب البيجمنت بتاع الكونز، الكونز فيها 3 بيجمنتس، يبقى جاب ست فيه بيجمنت احمر، ومجموعه ثانيه فيها بيجمنت اخضر، ومجموعه ثالثه فيها بيجمنتس ازرق، وعرضهم للويف لينثس كلهم. فلقى ان اكتر ويف لينث بتمتصه الانبوبه
اللي فيها البيجمنت بتاع الرد امين اكتر ويفلينس اللي هو البلو جرين اللي هو كام 500 او 5000 بينما اكتر ويفلينس بيمتصوا الكون بتاع الاخضر هو الاخضر والكون بتاع الاحمر هو الاحمر والكون بتاع الازرق هو الازرق طب لو خدت التلاتة بيجمنت بتوع الكون خلطتهم مع بعض وحطيتهم في ست من الانابيب عباره عن خلطه للتلاتة بيجمنتس هتلاقيها اكتر ويفلينس بتمتصوا مين اليلو لما تشغلوا مع بعض اكتر واحد هيمتصوا اليلو اللي هو 5500 او 550 ازاي هتعرف انها امتصت اكتر حاجه هتبص انهي انبوبه البيجمنت بتاعها افتحها اكتر حصل له بليتشنج ابيض اكتر يبقى هو امتص اكتر ويفلينس وقع عليه لقينا في حاله الرد اكتر ويفلينس بيمتصوا وبالتالي البيجمنت اتكسر ولونها يبيض جوه الانبوبه كده البلو جرين في حاله الرد وفي حاله الكونز لما تحط التلاتة بيجمنتس مع بعض خلطه بيطه هتلاقيها اليلو لكن لو حطيت كل بيجمنت لوحده في الكون فهم عرفوا ازاي ان ده حساس الاحمر وده الازرق وده الاخضر ان بتاع الاحمر اكتر ويفلينس بيمتصوا الاحمر وبتاع الاخضر الاخضر وبتاع الازرق ازرق فده فكرة البروف بتاع الدوبليستي ثيوري او البيركنجي فينومينون 3 كيرفز يبقى بص حتى هنا على الكيرفات انه الـ واحد للبلو واحد للريد واحد للجرين لما تجمعهم مع بعض هيبقى ليلو الرادز هتلاقوه في المسافة ما بين الجرين والبلو لانه بلو جرين اهو الرادز اللي هو دوتد ده اللي هو منقط اكتر حساسية بتحصل عند البلو جرين انما الكونز لو خدت كل واحد لوحده البلو اكتر حاجه يمتص البلو والجرين الجرين والاحمر الريد لو حطيتهم ورسمت كيرف مش مرسوم قصادنا الثلاثه مع بعض عملت منهم ميكشر وحطيتهم في مجموعه انابيب هتلاقي اكتر حاجه بتمتصها هي اليلو ولا تنسى العلاقه الكيرفات انا قاصد اكتبها ورا بعض اكتر بيجمنت بيحصل له ابزوربشن هو اكتر بيجمنت هيعمل بليتشنج تكسير للبيجمنت ويخليه ابيض هو اكتر بيجمنت في العين هيشوف فيزيبيليتي اللون المناظر ليه يعني ثلاث كيرفات بس بمنظور واحد طيب دي حته انا عارف انها رخمه شويه بس اهو انتهينا منها نيجي ليه كهربا بقى في العين انا عارف الكهربا دي بتعقدكم شويه ده بتصوره واحد من اصعب الاسئله في الفيجن يعني يبقى حظك مش حلو لو جابوا السؤال ده فوتو ريسبتور بوتنشال كهربة الريسبتور بتاعه الضوء فوتو ريسبتور بوتنشال اند سيجنال ترانسميشن ان ريتنا ونوع الاشارات اللي بتنقلها الريتنا يبقى الفوتو ريسبتور بوتنشال كهربة الفوتو ريسبتور والسيجنال ترانسميشن ان ريتنا مع شفت مثل عشق النظام هنشرحه في حاجة سألنا اسمها منتال سيت تهيئ ذهني في اربع نقاط انت شايفهم قصادك هساعدك بالليزر A B C D فوتو كيميكال تشينجز اللي هي البليتشنج ما احنا قلنا اكتر ويف لينث بيمتصوا البيجمنت بتاع الرود او الكون بيسبب له تكسير بيكسره فالبيجمنت لما بيتكسر جوه الانبوبه لونه بيفتح بيحصل له بليتشنج تاني طب هو البيجمنت طالب سألني هو البيجمنت بتاع اللي هو موجود في الفوتو ريسبتورز دي بيتكون من كام جزء؟ بيتكون من حاجتين أوبسن يعني بروتين بتاع الضوء ما انا علمتكم ترمينولوجي بحب الترمينولوجي يا اولاد اي ان يعني بروتين لان كلمه بروتين في السبيلنج تنتاب اي ان وأوبسن جاي من كلمه اوبتيك اوبتيك يعني رؤيه يعني بروتين بتاع الرؤيه فأوبسن بروتين الرؤيه ده بيبقى متحد مع ريتينال اللي هو فيتامين اي الدهايد خلاص ريتينال اللي هو فيتامين اي الدهايد وطبعا انت عارف فيتامين ايه اللي هو مهم للبصر موجود فيه اكتر حاجه فقر معلومات عامه الجزر
لما كانت عفاف راضي بتغني وتقول وزمان قالوا الجزر بيقوي النظر. ليه؟ عشان بيديني فيتامين ايه اللي هو مهم لعمل الريتينال. يبقى اي بيجمنت يا اولاد بيتكون من جزئين، جزء مشترك في كل البيجمنتس، في الثلاثه بتوع الكونز، ما هو الكونز عندها ثلاث انواع من البيجمنتس، والرابع بتاع الرودز، ان الرودز عندها نوع واحد. لو مسكت الثلاثه بتوع الكونز والرابع بتاع الرودز هتلاقي كلهم فيهم ريتينال فيتامين اي الدهايد. ماسك في مين؟ في اوبسين، في بروتين بتاع الرؤيه. الاوبسين هو ده بقى اللي بيختلف من كون لكون وما بين الكونز والرودز. لما بيقع اللايت على البيجمنت ده قلنا في انبوبه الاختبار بيسيباريت، بيفصل الاوبسين عن الريتينال. هنا بقى في شويه باي كيمستري لازم نعرفهم، انا عاوز جمله واحده منها، ان اللايت هيحول ال11 سيس ريتينال وده بيبقى شكله كيرف شيب الى ميتا رودوبسين 2 اللي هو ده الاكتيفيتد رودوبسين، ودي ركز لي عليها بقى لان هو ده اللي هيفيدنا في الفهم. ان اللايت بيحول ال11 سيس ريتينال مش مهمه دي الى حاجه اسمها اكتيفيتد رودوبسين، الرودوبسين النشط، وبعدين يدي اول سيس اول ترانس ريتينال. ده حته رزق ما علي. تعالى بقى نشوف الجينيسيس والالكتريكال ريسبونس، ازاي الكهرباء بتطلع والاكسايتيشن كاسكيد. مين فاكر الريف كاسكيد يعني ايه؟ قلتها لكم في الانجليزيه، معناها شلال صغير، سمول فول، شلال صغير. تعالى بقى نشوف، شوف بقى ايه قنبله دلوقتي. انا متوقع ان في الظلام الريسبتور ريستنج مرتاح، يعني في الدارك اهو. حتى الراجل اللي الامريكاني بغبائه كتب ان الدارك دي الريستنج كونديشن، وهوريكم ان ده كلام فارغ طبعا، يعني الامريكان بيغلطوا. الدارك دي الريستنج كونديشن. طب مفروض في الدارك في الريستنج كونديشن اي ريسبتور يبقى في حاله ايه؟ في حاله ريستنج ميمبرين بوتنشال اللي هو البولاريز تي. لا، ده لقينا في الدارك الرودز والكونز في حاله ديب بولاريزيشن ماينس 40 ملي فولت. حلوه في الحفظ بس الالطف في الفهم اللي هتاخده مع العبد الله باذن الله، ان في الدارك بيبقى ريسبتور في حاله ديب بولاريزيشن ماينس 40 ملي فولت. الغباوه بتاعه الراجل الامريكاني انه اعتبر الدارك ده ريستنج كونديشن وشرح الميكانيزم. ده الريسبتور اللي هو الرودز، كون من اربع اجزاء، جزء بيسينابس مالوش قيمه، جزء فيه نيوكلياس مالوش قيمه. خد بالك بقى ده اللي ليه قيمه، الانر بارت بتاع الريسبتور بيعمل صوديوم بامب. طب والاوتر بارت؟ الصوديوم اللي بامب من الانر بارت هيدخل في الاوتر بارت خلاص من خلال channels kept open بالcyclic GMP، يعني طول ما في cyclic GMP تقعد دي مفتوحة. يبقى ركز معايا، يبقى في الدارك الانر بارت الانر سيجمنت هتعمل sodium pump. طب والاوتر؟ الصوديوم leaks into the outer part من خلال channels بتفضل مفتوحة بالcyclic GMP، فما يدخل الصوديوم يخلي جوه positive وبره negative، يبقى اعمل لي دي بولاريزيشن خلاص. هذا الدي بولاريزيشن بقى هيزود الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. يا نهار اسود، يعني في الريست، في الريست بيزيد الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. طيب تعالى العكس، الاكسايتيشن كاسكيد هو اعتبر مين الاستيمولس للرودز والكونز؟ اللايت. يبقى ده اللي هو الاستيمولس، هيعمل بقى بالعكس، يعني المفروض الاستيمولس يعمل دي بولاريزيشن، هيعمل هايبر بولاريزيشن. ما تخافش ما تخافش، مع العبد الله احنا الاول نفهم اللي مكتوب بعدين هشرح لك ايه الكلام ده. نيجي الميكانيزمز، اللايت عباره عن فوتونز، الفوتونز اهي اللايت هتنتهي باكتيفيتد رودوبسين فوق، يبقى اللايت هيعمل لي اكتيفيتد رودوبسين او هياكتيفيت رودوبسين. فالرودوبسين ده عن طريق جي بروتين اسمه ترانسديوسين، احنا عارفين ان جي بروتين بيشغل انزيم
هيشغل الفوسفودايستريز اللي بيكسر السايكليك جي ام بي. سايكليك جي ام بي فوسفودايستريز، ما هو اللي بيكسر السايكليك ام بي اسمه سايكليك ام بي فوسفودايستريز، اللي بيكسر السايكليك جي ام بي اسمه سايكليك جي ام بي فوسفودايستريز. يكسر السايكليك جي ام بي يبقى ينقص السايكليك جي ام بي، فالشانلز بتاعت الصوديوم تقفل. ما احنا قلنا هي بتبقى كيبت اوبن بالسايكليك جي ام بي، دلوقتي مفيش سايكليك جي ام بي فتقفل. فالصوديوم اللي بامب من الانر بارت مش هيعرف يدخل في الاوتر بارت، يتجمع بره حاملا شحنات بوزيتيف، فكميه البوزيتيف بره تزيد فيعمل لي هايبر بولاريزيشن ناقص 70 بدل ناقص 40، وبالتالي يقل ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. ده الكهرباء يعني كارثه. ما تخافش، انا احكي لك قصه الاول. الكلام ده كانوا بيشرحوه اكشلي، كان يعني احد الزملاء طلب مني ان انا اجيب السبيشال سنسز اللي بتتشرح هنا في نورث امريكا، فانا الحقيقه جبت الورق واديته لهم وما سعيش في اي حاجه غير ان انا كوندكتور يعني ادي اللي بيدرسوه. حطوا الكلام ده، دخل الزملاء الافاضل اللي شرحوا في المحاضره الطلبه مش فاهمة حاجة، فقالوا لهم للتبسيط زي ما قال الراجل الامريكاني، بص يا اولاد الريسبتور بتاعت الريتنا عكس الريسبتور في الدنيا كلها، ان الاستيميليشن بتاعها هايبر بولاريزيشن والريست دي بولاريزيشن. احنا قلنا لكم بقية الريسبتور ايه، انه الاستيميليشن بيعمل دي بولاريزيشن، هنا لا الريست دي بولاريزيشن، الدارك اللي هو ريست بيعمل دي بولاريزيشن، وفي اللايت كاسكيد اللايت بيعمل هايبر بولاريزيشن. ففي الدارك بيطلع مور كيميكال ترانسميتر دورينج ريست، وفي اللايت يطلع ليس كيميكال ترانسميتر. طب ما فهموش حاجه، نزلوا قال الكلام ده للزملاء الاصغر سنا يشرحوها، كبار ما قدروش يشرحوها، صغيرين يشرحوها ما عادش فيها. فالزميل فاضل قال لي من فضلك ايه الكلام ده اللي انت جايبه لنا ده، كلام فيه مغالطة واحدة بس، ان الراجل الامريكاني عمل اعتبار خطأ. الاول تعالى نشرحهم تاني وبعدين ندي القنبلة بقى اللي هتفهمك الدنيا. الخطأ اللي حطه الزميل الفاضل الامريكان انه قال ان الدارك اعتبر الدارك ده ريستين كونديشن. بيحصل فيه ايه؟ كلمتين اهم، الانر بارت بامب الصوديوم، الاوتر الصوديوم يليك لان في سايكليك جي ام بي فيعمل دي بولاريزيشن، يبقى الدارك بيعمل دي بولاريزيشن مقداره ناقص 40، واحنا عارفين الدي بولاريزيشن في اي ريسبتور بيزود الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. طيب يبقى الدارك هيحصل صوديوم بامب يدخل من الانر بارت يدخل في الاوتر بارت لان الشانل مفتوحه بالسايكليك جي ام بي، يبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، يبقى الدارك هيعمل دي بولاريزيشن، دي بولاريزيشن هيزود الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. بينما اللايت اللي هو في الاكسيتيشن كاسكيد قلنا بيعمل الفوتونز بتاكتيفيت الرودوبسين، الرودوبسين تشغل انزيم عن طريق جي بروتين اللي هي الطريقه الاساسيه اللي خدناها في الاندوكراين، ان الانزيم بتشتغل اساسا بالجي بروتين. خلاص احد الطرق كانت عن طريق السايكل جي ام بي، فهنا ال جي بروتين الاكتيفيتد رودوبسين عن طريق جي بروتين ينشط الفوسفودايستريز بتاع سايكليك جي ام بي يكسره، مفيش سايكليك جي ام بي، فالصوديوم اللي بامب بالانر بارت ما يدخلش في الاوتر بارت فيعمل لي هايبر بولاريزيشن، يقلل الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. عكس تماما، يعني الدارك اللي هو الريستنج كونديشن يطلع كيميكال ترانسميتر، واللايت اللي هو اعتبره ستيميليشن يقلل الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر. عايزك تفتح ودنك معايا من فضلك، كويس قوي. الزميل الامريكان عمل اعتبار خاطئ، ده اللي وقع الناس كلها في اشكاليه، انه اعتبر الظلام الدارك ده ريستنج والضوء ده استيميليشن، مع انه هو خطا. هما من الاول يوجد نوعان من الرؤيه في العين، حضرتك بترى الاسود شايف الدائره السوداء دي وبترى الابيض وبنفس الوضوح، ايه راي حضرتك؟ ممكن تبصي على الدائرتين دول كويس قوي بعينيك كده حضرتك، يعني عاوزك تفنجل كده وتبص عليهم كويس قوي،
هل أنت ترى الأبيض ولا ترى الأسود، ولا بترى الأبيض وبترى الأسود وبنفس الوضوح؟ عاوز الإجابة. بشوف ابنين بنفس الوضوح. حقيقة اللي فتح عين العبد الله على الحكاية دي، إن مرة بقرأ كده راجل أعمى، يعني ساينتيفيك مان، راجل عالم أعمى، فكتب جملة استرعت انتباهي قوي. قال بعربياتنا إن العين العمياء لا ترى سوادا، وإنما لا ترى شيئا. أصل أنا كنت فاكر زمان، وإنت فاكر لحد ما بكلمك دلوقتي، إن أنت ما تقفل عينيك كده يبقى أنت أعمى. آه بس أنا وأنا قافل عينيا كده شايف أسود الحقيقة. هو الراجل قال إن الشخص العين العمياء ما بتشوفش أسود، ما بتشوفش حاجة خالص، لأن السواد ده رؤية. فالراجل ده فتح بصيرتي، يعني خلينا نفكر في القصة دي. الراجل بيقول العين العمياء لا ترى سوادا، يبقى أنا وأنا مغمض عينيا كده أنا مش أعمى، أنا شايف أسود. وأما أفتح عينيا مثلا في أبيض، في ضوء، يبقى في أسود وفي أبيض. العين العمياء ما بتشوفش حاجة خالص. إذن السواد رؤية والبياض رؤية. أنت هسألك سؤال تاني، هل أنت بترى الدائرة البيضاء ولا ترى، ولا ترى الدائرة السوداء، ولا شايف الاثنين وبنفس الوضوح؟ اختار الإجابة. شايف الاثنين وبنفس الوضوح. طب إزاي؟ شوف بقى هنا ربنا حلها حل وراء الخلق خالق. اللون الأسود بيميت لس فوتونز، بيطلع فوتونز قليلة، وحدات ضوئية قليلة، فعشان نشوفه كويس ربنا عوضها بان خلى الاسود يريليس مور كيميكال ترانسميتر، ان الدارك هو اللي يعمل الديبولاريزيشن، ففي النهايه يطلع مور كيميكال ترانسميتر. بينما الدايره البيضاء بتيميت مور فوتونز، بتطلع فوتونز اكتر، فاللي تطلع فوتونز اكتر ربنا عوضها بان خلاها تعمل هايبر بولاريزيشن وتقلل الكيميكال ترانسميتر، فدي تعوض دي. يبقى اللون الاسود ليس فوتونز هو اللي يطلع مور كيميكال ترانسميتر، اللون الابيض مور فوتونز يطلع ليس كيميكال ترانسميتر، فالنتيجه متعادله، اننا نرى الابيض ونرى الاسود وبنفس الوضوح. مش الاسود لا نرى دارست واللايت نرى، نحن نرى الاسود ونرى الابيض. ادي المغالطه اللي وقع فيها الامريكاني، وقع وراه ناس كتيره جدا، عكس، قال لك يبقى الريسبتور بتاعت العين الرودز والكون ماشيه بالعكس، ديورينج ريست يحصلها ديبولاريزيشن تزود الكيميكال ترانسميتر، ولما تديها ستيمولس اللايت يحصلها هايبرفرايزيشن ما تنقص كيميكال ترانسميتر. غباوه. لا يطبق على العين اسود وابيض يبقى دي ريست ودي ستيميليشن. وقلتها لك في سؤال بسيط فتح بصري راجل كان فاقد الرؤية، راجل أعمى عالم، قال العين العمياء. هقولها لك تاني، انت مش مقتنع هعمل لك ايه؟ لا يعني مش هدعو عليك انك انت تصاب بأي حاجة عشان تقتنع. قال العين العمياء ما بتشوفش اسود، انت ما حضرتك بتغمض عينيك وتشوف اسود انت كده مش أعمى، انت شايف اسود. العين العمياء لا ترى شيئا، وهي اثبتها لك. بص على الرسمه كويس قوي، انت في قصادك دايرتين، دايره بيضاء ودايره سوداء، هل انت شايف الدايره البيضاء ولا ترى السوداء، ولا شايف اثنين بنفس الوضوح؟ الاجابه شايف اثنين بنفس الوضوح. اذا نحن نرى الابيض ونرى الاسود، مش نرى الابيض ولا نرى الاسود، نرى الاثنين. وايه كملها؟ وبنفس الوضوح. ازاي؟ كان هو ده بقى الميكانيزم، ان الاسود اللي بيبعث ليس فوتونز اللي هو يمثل الدارك هنا هو اللي يعمل ديبولاريزيشن فيطلع مور كيميكال ترانسميتر، يبقى ليس فوتونز معاها مور كيميكال ترانسميتر، والابيض اللي بيبعث مور فوتونز يعمل هايبر بولاريزيشن يقلل الكيميكال ترانسميتر، يبقى تعادل، اللي بيطلع فوتون قليل يطلع كيميكال ترانسميتر كتيره ده الاسود، واللي بيطلع فوتونز كتيره يطلع ليس كيميكال ترانسميتر ده الابيض. فنرى الابيض ونرى الاسود بنفس الوضوح، سبحان الله. فالمغالطه كانت في انه اعتبار الدارك ده لا رؤيه، دي حاله ريست، وهذا خطا، لانه العين العمياء
لا ترى سوادا وإنما لا ترى شيئا. أشكر هذا العالم الجليل اللي هو فاقد البصر ولكن أضاء لي ولحضراتكم الطريق لنفهم صناعة الخالق. ليه؟ اعتبار من الأول زي وش الراجل الأمريكاني، إنه اعتبر إن الأسود ده ريستينج وده ما فيش حاجة، الأسود ده رؤية. فربنا خلى الأسود اللي بيطلع فوتون قليلة، لازم نعوضها ازاي عشان نشوف الأسود بالوضوح الرهيب اللي انت شايفه ده. النقطة السوداء مجلجلة في عينك اهي انها بتطلع الأسود فوتون، طب ازاي انت شايفها كويس؟ لان اللون الأسود ده الدائرة السوداء دي طلعت جوه عينك مور كيميكال ترانسميترز، فشايفها بنفس الوضوح. والدائرة البيضاء اللي بتطلع مور فوتونز خلت عينك عشان نعادلها تطلع ليس كيميكال ترانسميتر، فشايفهم الاثنين بنفس الجلاء. لا نملك الا شيئا واحدا، ثانك جاد، نشكر ربنا. نيجي نمره 4، دي اصعب حته طبعا في في في, في الفيجن. اتمنى تكونوا فهمتوها يا اولاد. الاعتبار بتاع الاسود الدارك ده ريستينج ده خطا، الاسود رؤيه، طلع ليش فوتون، فعشان كده ربنا خلى الاسود اللي هو اعتبره الدارك يعمل دي بولاريزيشن طلع مور كيميكال ترانسميتر. الابيض رؤيه ثانيه، مش ده يرى وده لا يرى، طلع مور فوتونز فربنا خلاها تعمل هايبر بولاريزيشن طلع ليس كيميكال ترانسميتر. الميكانيزم سهله، ان في حاله الدارك التشانلز هنا مفتوحه بالسايكليك جي ام بي، فيتسرب الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن طلع مور كيميكال ترانسميتر. الضوء بياكتيفيت الرودوبسين، ياكتيفيت جي بروتين، ياكتيفيت الفوسفودايستريز، يكسر السايكليك جي ام بي، ما يدخلش الصوديوم يعمل هايبر بولاريزيشن يقلل الكيميكال ترانسميتر ليعادل الزياده في الفوتونز، وهنا ليعادل النقص في الفوتونز. ايه الروعه دي، ايه العظمه دي، لمن يفهم. نيجي السيجنال ترانسميشن، تاني حاجه غريبه في الريتيرن، النمره دي والاخيره، الجنريتور بوتنشال، الريسبتور بوتنشال. خلاص السيجنال ترانسميشن، احنا لما اقول لك سيجنال، النيرف امبلس في الجسم عباره عن ايه؟ عباره عن اكشن بوتنشال. انما السيجنال ترانسميشن في الريتينا، في الريتينا عباره عن مش اكشن بوتنشال، عباره عن ريسبتور بوتنشال، جنريتور بوتنشال. طب ده الجنريتور بوتنشال ده قلنا عكس الاكشن بوتنشال، does not obey all or none law, can be graded, can be graded. وعيبه انه بيبقى propagated لمسافة صغيرة جدا وبعدين يقف. فشوف العظمة اللي هي حصلت ازاي يا ولاد، حاجة لا يمكن تخيلها، ان ربنا خلى signal transmission في العين حاجتين. بص معايا، انت من اول الريسبتور لحد الجانجليونيك سيل المسافه دي انا راسمها كبيره جدا، المسافه دي جزء من مايكرون. فربنا خلى، يعني احنا قلنا ان عيب الريسبتور بوتنشال او جريدد بوتنشال ان هو التعبير اللي طبعا بيدرسوه عندنا في معظم الجامعات خطا، يقول لك نون بروباجيتد، لا هي بروباجيتد سلايتلي ويز ديكريزد انتنسيتي تيل ات فيدز، يعني هي بتبروباجيت بس قليل وبعدين تنتهي. هنا احنا عندنا فيو مايكرونز، ليه ما يبقاش الترانسميشن بدل ما هو اكشن بوتنشال يبقى جريدد بوتنشال؟ طب واحد يقول لي دي ايه الفايده فيها؟ لا فايده رائعه، ان جريدد ان الـ ان الجنريتور بوتنشال الريسبتور بوتنشال كان بي جريدد، يبقى يوضح الرؤيه اكتر، يعني بيتفاعل مع الاستيمولس، الاستيمولس الاقوى بيزود الامبليتيود بتاع الريسبتور بوتنشال قلناه اللي هو الجنريتور بوتنشال. يبقى كل ما الاستيمولس يزيد يزيد كهربته ريسبتور، يزيد يزيد كهربته ريسبتور، انما ما يديش اول اور نان زي الاكشن بوتنشال. طب وانت خايف من ايه؟ خايف انها دي ما تنفعش سيجنال. ليه؟ لانها بتمشي مشوار صغير جدا وبعدين بتنقضي. يا حبيبي ما هو المشوار هنا اقل من مايكرو، هتمشي ما تخافش، وتو ما توصل للجانجليونيك سيل وهتمشي مشوار طويل من الريتنا لحد افاك ورا في الفيجوال كورتكس هيتحول لاكشن بوتنشال. شوف العظمه، شوف الشيء الرائع. فناخد المستين جوه الريتنا فيو مليمترز، ليه نبتدي باكشن بوتنشال؟ الاكشن بوتنشال اول اور نان لا يتفاعل مع الاستيمولس اول اور نان، بينما الجنريتور بوتنشال او الريسبتور بوتنشال بيتفاعل مع الاستيمولس.
الامبليتيود بتاعه بروبورشنال للستيمولس قلناها. يبقى تزود الستيمولس يزيد قوه الكهرباء، تزود الستيمولس يزيد قوه الكهرباء. طب وايه عيبه؟ عيبه انه بيمشي مسافه صغيره وينقض. يا حبيبي هنا اقل من مايكرون، سيبك من الرسمه، الثيكنس جوه الريتنا المشوار ده اقل من مايكرون. يبقى خدت الميزه ان هو بروبورشن للستيمولس جريدد بوتنشال. وتو ما هتروح للجانجليونيك سيل وعندك مشوار طويل عشان تروح ورا في الاوكسيبتال كورتكس هيتحول الى اكشن بوتنشال. ايه الروعه دي؟ يبقى داخل الريتينا السيجنال، افتح عينك في الام اس كيو، ليس باكشن بوتنشال انما ريسبتور بوتنشال، جنريتور بوتنشال. ايه الميزه؟ انه جريدد بوتنشال. يقوى الاستيمولس يقوى الكهرباء، يقوى الاستيمولس يقوى الكهرباء. طب ايه عيبه؟ انه بيعلمه لنا غلط، يقول لك هناك نو بروباجيتد. لا، هو بروباجيتد for a very short duration with decreased intensity then fades. هنا بقى very short duration هيبروباجيت، ما تخافش هيلحقها جزء مايك. وساعة ما توصل للجانجليونيك سيل نروح محولينها الى اكشن بوتنشال. الصفحة الاخيرة وهي الاسهل، dark adaptation and light adaptation. نظري مهم والسؤال بس دي صفحة سهلة جدا. التكيف للظلام والتكيف للرؤية. حضرتك الساعة الثانية عشر ظهرا قررت تروح سيني بلاكس، تروح أحد المولز اللي فيها سينمات بقى كذا سينما وقت الظهيرة كده. حضرتك وصلت دخلت، كان الفيلم أو الثياتر ضلم خلاص، كنت في شمس ودخلت على ضلمة. فطبعا أول ما تدخل إيه في الحياة بتلاقي نفسك مش شايف حاجة خالص، يعني بتتعثر، ويضطر يجي الراجل الاشهر اللي هو معاه البطاريه ده يساعدك. اذا ما جاش هتبقى مصيبه، تتشنكل في السلم وتقعد على واحد ظن منك ان الكرسي فاضي. يبقى اما انتقلت من الشمس لحته مظلمه في الاول مش شايف حاجه. بعد 10 دقائق وانا قاعد على الكرسي بعد ما الراجل الاشهر قعدني، لاحظت زياده لطيفه في حساسية الريتينال سنسيتيفيتي. بعد نص ساعة 30 مينتس الرؤية تحسنت جدا جدا جدا، بحيث ان انا ضوء ما اتغيرش جوه الثياتر، شايف الناس اللي قاعدة كويس جدا جدا واحد واحد، واقدر اقول مين من اصحابي موجود في السينما ومين مش موجود. يبقى ايه اللي حصل مع الوقت؟ ان الريتينال سنسيتيفيتي زادت تو لايت. هو ده الدارك ادابتيشن. يبقى ما هو ديفينيشن اوف دارك ادابتيشن؟ It is increased retinal sensitivity to light. او بمعنى تاني يعني بقيت محتاج ضوء كتير ولا ضوء قليل عشان نشوف؟ بقيت محتاج ضوء قليل. يبقى ممكن نقولها في الام اس كيو بطريقه ثانيه، او decreased retinal threshold. يبقى الدارك ادابتيشن الديفينيشن بتاعه حاجه من ايه؟ ان انا الاول دخلت مش شايف، بقيت شايف، يبقى حساسيتي للضوء زادت. هو ده الدارك ادابتيشن، increased retinal sensitivity to light. بقيت محتاج ضوء اقل عشان اشوف، يبقى decreased retinal threshold. تفتكر لا ما تبصش للرقم، I trust you. بعد نص ساعة عشان تعرف عظمة الخالق، حساسيتك للضوء بتزيد كم مرة؟ انا ما ببقى مش كاتبها في المحاضرة، الاقي ناس تقول لي مرتين، اما واحد يبالغ يقول لك 10 مرات، تاني يقول لك 1000 مرة. عارف بتزيد كم مرة؟ اب تو نص مليون مرة، من 100,000 ل 500,000 مرة. سبحان الخالق. يبقى هو ده الدارك ادابتيشن. واصل الماكسيمم بعد قد ايه؟ 30 مينتس الماكسيمم. الدارك ادابتيشن بنفسره باربع حاجات. ان احنا قلنا يا اولاد في الصفحة اللي قبلها ان اللايت بيكسر البيجمنت. طب في الدارك يبقى البيجمنت يحصل له ايه؟ ريجينريشن، يعاد تكوينه، ريجينريشن اوف فوتوسينثيسيس بيجمنت. دي اهم واحده، دي لو قلتها بس كفايه. ما اهم سبب للدارك ادابتيشن؟ ريجينريشن اوف فوتوسينثيسيس بيجمنتس. كانوا زمان بيعتقدوا ان الدارك ادابتيشن ده بتاع الرودز بس، ده سؤال مسكين مهم جدا. لا، الدارك ادابتيشن ليه تو كومبوننتس. الكونز اسرع
بس الادابتيشن بتاعها ضعيف، يعني بعد 10 دقائق بتزود الليتنسنسيفيتي بس زياده ضئيله بعد 10 دقائق، لكن الزياده الرهيبه بتعزى للريجنريشن اوف رودوبسين اللي هو البيجمنت بتاع الرد، ودي 30 دقيقه. هو البيجمنت بتاع الرد نسميه رودوبسين، بتاع الكونز لو خدناهم ثلاثه مع بعض يسموهم فوتوبسين، يعني الاوبسين بتاع الضوء فوتوبسين بتاع الكونز، بتاع الرد يسموهم سكوتوبسين اللي هو بتاع الظلام. يبقى ده اهم حاجه. طيب نمره 2، في الظلام احنا لسه قايلينها عشان نحسن الحساسيه نفتح الحدقه ولا نضيق الحدقه؟ ايه رايك نفتح؟ يبقى نعمل بيوبيلو دايليتيشن ميدريازيس. عارف دي بتزود كام مره بس عشان تفهم؟ اهم واحده نمره 1، 16 تايمز، 16 مره الميدريازيس بيزود 16 مره التحسن. شوف اللي جايه بقى الرائعه، الرائعه اللي لسه قايلينها يا اولاد، لسه قايلينها. هو احنا السيجنال جوه الريتينا هو اكشن بوتنشال ولا ريسبتور بوتنشال بين قوسين جنريتور بوتنشال؟ السيجنال جوه الريتينا كان ايه؟ كان جنريتور بوتنشال. ريسبتور اللي هو بيتميز بايه؟ بانه اول اور نان ولا كان بي جريدد؟ كان بي جريدد. الله، طب ما نزود السيجنال انتنسيتي الريتينا، لان في الريتينا النيرون ودي العظمه، ودي العظمه، ما هوش اكشن بوتنشال اول اور نان. لاول مره واخر مره في الجسم السيجنال جوه الريتينا مش اكشن بوتنشال، جنريتور بوتنشال، ريسبتور بوتنشال. ممكن كل ما احسن الامبليتيود ازود السيجنال انتنسيتي، وعليه بيزيد الريتينال سنسيتيفيتي تو لايت. ده الاربع حاجات. السؤال المناظر وهو الاسهل، لايت ادابتيشن. خرجت من السينما الساعه 3 ظهرا، يعني كانت الدنيا ظلمه، وفجاه خرجت بره المول لقيت الشمس رهيبه. كل الناس يا اولاد اللي خارجه تبقى عامله كده، مش قادره تتحمل الضوء، بس في غضون دقائق معدوده نقدر نتحمل الضوء. يعني اذا حساسيتي للضوء في اللايت حصل لها ايه؟ ما كنتش متحمل وبقيت متحمل الضوء، يبقى السنسيتيفيتي اوف ريتينا تو لايت قلت. يبقى عشان تبقى ستيميليتد محتاجه ضوء كتير، يبقى زاد الثريشولد، يبقى الديفينيشن العكس تماما. يبقى ديكريزد ريتينال سنسيتيفيتي او انكريزد ريتينال ثريشولد. هنا بقى 30 دقيقة، انما هنا 5 دقايق. ليه؟ لأن أهم حاجة احنا قلنا اللايت بيعمل إيه في البيجمنت؟ بريك داون أوف فوتو سنس بيجمنتس، بيكسر البيجمنت إلى ريتينال والأوبسن. الفسيولوجي كما الحياة يا أولاد. أيهما يأخذ وقتا أكثر؟ البناء أم الهدم؟ إيه رأيك أنت؟ طبعا البناء. إنك تبني حاجة ده عاوز وقت، إنما كسرها هات لي أي حاجة أنا هكسرها لك في دقيقة. عشان كده هنا الطالب ذكي اللي بيلخبط ده بحس انه ما بيفكرش، هنا 30 مينتس انما هنا 5 مينتس، لان هنا اهم حاجه كانت البريك داون. طب ونمره 2، ضوء كتير وانت حساس جدا، خرجت من ضلمه لضوء كتير، عشان تخفف على نفسك يبقى تعمل مايوزيس، ضيق في الحدقه. ونيجي للحاجه الرائعه مره اخرى، هو السيجنال في كل الجسم اكشن بوتنشال يا اولاد. السيجنال داخل الريتينا فقط، داخل الريتينا بعد ما يوصل الجانجليونيك سيل ونطلع بره الاي ونروح للاوكسيبتال كورتكس اكشن بوتنشال. اتفقنا من اول الجانجليونيك سيل مشوار طويل قوي، من العين لحد الاوكسيبتال كورتكس لحد القفا، ده لازم اكشن بوتنشال. لما جوه الريتينا اقل من مايكرو سيجنال كان ايه؟ كان ريسبتور بوتنشال، جنريتور بوتنشال. ايه الميزه؟ انه ممكن اغير الامبليتيود لانه جريدد. طب انت دلوقتي في ضوء كتير ومش مستحمله، يبقى قلل السيجنال انتنسيتي، وعليه قلت الريتينال سنسيتيفيتي. جدول رائع، وديك شايف ال- 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 كل حاجه جداول منظمه لا تبقى الا انك تحصلها. تاني نقولها وكده نبقى خلصنا يا اولاد. قبل ما اقفل، طبعا احنا قلنا انه البيجمنت عباره عن حاجتين، عباره عن اوبسن اللي هو بروتين بتاع البصر، وده اللي بيختلف من الرود للكون. في الرود اسمه سكوتوبسين بتاع الضلمه، في الكونز اسمه فوتوبسين، وده اوريدي ثلاث انواع، واحد الاحمر واحد الاخضر واحد الازرق.
وريتينال، الجزء الثابت هو ريتينال اللي هو فيتامين ايه الضهيد. يبقى من هو الفيتامين المهم للرؤية؟ فيتامين ايه. طيب لو نقص فيتامين ايه بيتأثر الرودز قبل الكونز، عشان كده بيحصل نايت بلايندنس اللي هي نكتالوبيا. لكن الفيتامين ايه اللي هو ريتينال، الريتينال ده داخل في الكونز والرودز، فلو نقص جدا فيتامين ايه هيتأثر كلاهما، يحصل دي جنريشن في الرودز والكونز، دي جنريشن فيهم هما الاثنين. يبقى دي اجابه السؤال. يبقى المعلومه بقى الطفوليه ان فيتامين ايه ياثر في الرود فقط غلط، في الرود اساسا، في الرود اولا، فعشان كده بيحصل نايت بلايندنس الكتروبيا. لكن فيتامين ايه داخل في تركيب الاثنين، لان اي بيجمنت عباره عن فيتامين ايه الدهايد اللي هو ريتينال، يبقى مفيش فيتامين ايه مفيش ريتينال لا في رودز ولا في كونز، يبقى هما الاثنين هيدي جنريت. تاني ايه الفرق بين الدارك ادابتيشن واللايت ادابتيشن؟ جدول رائع فيه ثلاث نقاط يا ولاد. اول نقطه تعرف ما هو الدارك ادابتيشن وتعيش الحياه زي ما عشتها لك. دخلنا السينما الساعه واحدة ونص كان الفيلم شغال من 5 دقايق، دخلنا مش قادر اشوف حاجه خالص، بمضي الوقت اما قعدت على الكرسي الراجل اشر قعدني، كل ما الوقت بيفوت الرؤيه بيحصل لها بتتحسن، الضوء ما اتغيرش بس انا بشوف احسن. يبقى حساسيه الريتنا حصل لها ايه للضوء؟ زادت. يبقى ما هو الدارك ادابتيشن؟ increased retinal sensitivity to light، او بنفس المنطق يعني بضوء اقل قادر اشوف. يعني حصل ايه في الرينال ثريشولد؟ الرينال ثريشولد انخفض. يبقى يمكن التعبير عن دارك ادابتيشن في الام اس كيو بطريقتين، زياده السنسيتيفيتي، الضوء برغم انه قليل جوه السينما قادر اشوف، زاد السنسيتيفيتي يعني محتاج ضوء اقل عشان اشوف، decreased threshold. الزياده كم مره؟ رقم مذهل، من 100,000 الى 500,000 مره، سبحان الله. النقطه الثانيه تايم، ان العمليه عاوزه بناء بيجمنت، ده بياخد وقت 30 minutes، والبناء بيتم في جزئين. ادي برضه سؤال مشكله مهم جدا، ان الدارك ادابتيشن بتبتدي الكونز اسرع بس اضعف في 10 دقايق بس اضعف، الرودز ابطا بس اقوى. يعني خد بالك سؤال مشكله لطيف قوي، يقول لك هل بيحصل دارك ادابتيشن، سؤالين جوا بعض، في الفوبيا سنتراليس؟ فالطالب العادي يقول لك ده اللي عارف يعني ان الفوبيا سنتراليس ما فيهاش غير كونز فقط، وهو معتقد ان الدارك ده بتاع الرود، فيقول لا غلط، الفوبيا سنتراليس بيحصل فيها دارك ادابتيشن. يعني مين قال ان دارك ادابتيشن رودز فقط؟ رودز اساسا، انها بنبتدي بالكونز، ففي دارك ادابتيشن في الفوبيا سنتراليس. الكيرف ده يا ولاد ممكن يترسم بطريقه ثانيه، لو رسمته بالثريشولد هرسمه، بص تابع الليزر، الكونز الثريشولد بتاعها هيقل الاول حاجه بسيطه، ده بعد كام دقيقه؟ بعد 10 دقايق، وبعدين الرودز تقل جدا بعد 30، يعني ترسم الكيرف معكوس، لو جابها لك في الام اس كيو ما تتلخبطش، هنا بيجيبوا كيرفات. يبقى السنسيتيفيتي بتزيد، الثريشولد بيقل، في كم مرحله؟ في مرحلتين، الكون سريع كميه صغيره 10 دقايق، والرودز بطيء 30 دقيقه وبكميه اكتر. ده ريجنريشن. تاني حاجه ان البيوبل هتوسع عشان تدخل ضوء اكتر، من درياسس قلت دي بتزود 16 مره. تالت حاجة دي اللي بحب اكتب عليها كده، جنريتور بوتنشال او ريسبتور بوتنشال، فقط في الريتنا مش في اي حتة في الجسم. لاول واخر مرة السيجنال ترانسميشن ليس نيرف امبلس، ليس اكشن بوتنشال، انما ريسبتور بوتنشال او جنريتور بوتنشال. والميزة انه كان بيجريدت، وادي اهي احد المزايا، ان ممكن ازود الجريد، ازود السيجنال انتنسيتي، لو كان اكشن بوتنشال ما اقدرش ازود قوته لانه بيتبع اول اور نان الاكشن بوتنشال، هنا قدرت وعليه زادت الريتينال سنسيتيفيتي تو لايت. شوف العظمه. اللايت ادابتيشن اعكس، خرجت الساعه 3 في الشمس جامده، زار عينيك كده قافل عينيك مش قادر تتحمل، بعد شويه تتحمل عينيك بقت اقل حساسيه، يبقى قلت السنسيتيفيتي او زاد الثريش، لان سببها تكسير اساسا، التكسير مش عاوز وقت 5 مينتس مش 30 مينتس، ولاربع اسباب، بريك داون اوف بيجمنت اللي خد وقت اقل 5 دقائق، بدل مدرياسيس مايوزيس،
بدل ما الريسبتور بوتنشال يبقى قوي الريسبتور بوتنشال يبقى ضعيف، اقلل السيجنال انتنسيتي وعليه قلت الريتينال سنسيتيفيتي. لو في حاجه فوق الفول مارك يا اولاد هيدوها لكم. ولا تنسى الجمله الخالده ان العين العمياء لا ترى سوادا وانما لا ترى شيئا. يبقى السواد رؤية، نحن نرى الدائرة السوداء بنفس الوضوح الذي نرى الدائرة البيضاء. فلا يصح اعتبار الدارك إلا في الامتحان بس ريستين كونديشن. الدارك رؤية، أنا شايف الأسود. طبعا إزاي شايف الأسود والفوتونز قليلة؟ يبقى لازم نعوضها، اللون الأسود بيطلع فوتونز وحدات ضوئية قليلة، نعوضها بأنه يطلع مور كيميكال ترانسميتر. عشان كده ربنا خلى الدارك يعمل دي بولاريزيشن، لان هو ده اللي بيطلع مور كيميكال ترانسميتر، بينما اللايت بيطلع مور فوتونز. فربنا عوضها بانه خلى اللايت يعمل هايبر بولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن، وبالتالي يطلع ليس كيميكال ترانسميتر، فنرى الابيض بنفس وضوح الاسود. ازاي الميكانيزم سهل؟ انت الانر بارت اوف ذا ريسبتور بترمي صوديوم، بترمي صوديوم. لو الاوتر بارت كيبت اوبنت اهي زي في الدي بولاريزيشن، كيبت اوبن بالسايكليك جي ام بي، هيحصل دي بولاريزيشن ويطلع مور كيميكال ترانسميتر. لو قفلت كسرت السايكليك جي ام بي، الصوديوم هيقعد بره، هيحصل هايبر بولاريزيشن ويطلع ليس كيميكال ترانسميتر. ازاي؟ اهي الميكانيزم، ان الفوتونز بتاكتيفيت الرودوبسين، ياكتيفيت ترانسديوسين اللي هو جي بروتين اسمه ترانسديوسين، يشغل السايكل جي ام بي فوسفودايستريز، يكسر السايكل جي ام بي يقفل التشن، فيحصل هايبر بوزيشن ويطلع ليس كيميكال ترانسميتر. العين العمياء لا ترى سوادا وانما لا ترى شيئا، لان السواد رؤيه والبياض رؤيه، الاسود ليس فوتونز، الدارك ليس فوتونز، فربنا خلاه يعمل ديبولاريزيشن عشان يطلع مور كيميكال ترانسميترز لتعويض نقص الفوتونز، والعكس مع اللايت مور فوتونز يبقى هايبر بولاريزيشن تطلع ليس كيميكال ترانسميتر. اتعشم تبقوا فهمتوا هذا الكلام وفهمتوا الاهم من هذا انه وراء الخلق خالق. في النهايه كما هي العاده اشكركم على وقتكم واتمنى ان اكون افدتكم أو أفدتكم، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، ونلتقي بإذن الله مع الإندوكراين في المحاضرة القادمة. شكرا.